عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، برحب بحضراتكم واستكمالا لفقره استاد الاهلي ما زلنا مع حضراتكم طبعا بنكمل كلامنا اكيد عن فريق النادي الاهلي واستعداده ان شاء الله للاسبوع 13 امام طنطا. اكيد نسيان ما حدث في المباراه المؤجله امام مصر مقاصه، المباراه المؤجله من الاسبوع الثاني، يعني ده كلامنا هيكون موجود مع حضراتكم واخبار ما يخص طبعا فريقنا النهارده والتدريب، واخبار ايضا ما يخص فريق الكره طبعا النهارده وتدريباته، وايضا عندنا محور مهم جدا وكلام مهم جدا مع نجم في الفقره الثانيه، مع نجم من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكبار بنسعد بيه دائما سواء تواجده بقى على شاشات التلفزيون من خلال وجوده كاعلامي او كمدرب في يوم من الايام طبعا لمنتخبات مصر للناشئين، يا رب كل التوفيق ليه. هيكون معانا نجم كابتن مصطفى يونس نجم من نجوم النادي الاهلي طبعا، دي لاول مره هيكون متواجد معانا من خلال طبعا قناه النادي الاهلي. خليني اكلمكم اولا خبرنا يمكن مهم جدا اتقال من يومين، ولكن مهم جدا لما النادي الاهلي يعمل حاجه بيعملها بشكل جيد جدا. جزئيه وجود النادي الاهلي في المحافل الدوليه ده مهم جدا، ان انت تلعب مع انديه كبيره زي كنا نفتكر او نتذكر طبعا ريال مدريد، روما، برشلونه، يعني اعتقد ان المباراه دي بيبقى لها تاثير كبير جدا. النادي الاهلي اخر الشهر ده ان شاء الله يوم 30 ديسمبر هيكون في مباراه بتحت شعار السلام ولا للارهاب مع اتلتيكو مدريد، طبعا دي اولى الخطوات لمجلس اداره النادي الاهلي في هذه الجزئيه، جزئيه مهمه جدا ان انت تتعامل مع طبعا كدور وطني مهم جدا بيقوم به النادي الاهلي مع طبعا وجودك في المحافل الدوليه واسمك بيتردد في المحافل الدوليه. خليني بس اروح لامير هشام سريعا واكمل كلامي عن هذه الجزئيه، ولكن اطمن على فريقنا النهارده من خلال تدريباته النهارده. امير صباح مساء الخير عليك يا امير. مساء النور عليك يا كابتن فاروق، ومساء النور على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي بكل تحياتي ليك يا امير. يعني النهارده كان تمرينه موجوده، طمنا على الفريق من حيث طبعا اللاعبين اللي ممكن يكونوا غايبين، اللاعبين اللي ممكن مصابين، اللاعبين اللي اخذوا اذن، كل ما يخص فريق الكره النهارده طبعا استعدادا لمباراه طنطا ان شاء الله هتكون يوم الجمعه بامر الله. ان شاء الله. خليني اقول لك طبعا يا كابتن فاروق، النهارده الفريق استأنس تدريباته بعد الاجازه اللي حصل عليها بالامس عقب الخساره امام فريق مصر مقاصه من الجيل 3-2 في المباراة السابقة المؤجلة من ضمن مباريات الدوري. أكيد النهارده الفريق استأنف تدريباته عشان يستعد للمباراة المقبلة، واللي هي أكيد هتكون مهمة جدا جدا أمام فريق طنطا، خصوصا إن إن شاء الله النادي الأهلي لو فاز في هذه المباراة يعتلي قمة بطولة الدوري بغض النظر عن المؤجلات، هيكون لسه ناقص له مباراة كمان مؤجلة، فبالتالي مباراة طنطا هتكون مهمة جدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، إن شاء الله من خلالها يقدروا يحققوا ثلاث نقاط يضافوا لرصيد النادي الأهلي عشان يعتلي قمة بطولة الدوري بفارق نقطة عن فريق الإسماعيلي اللي في هذه اللحظات طبعا هو متصدر بطولة الدوري الممتاز. بالتالي النهارده كان في اجتماع من كابتن حسام البدري مع اللاعبين للحديث عن المباراة السابقة، وخلاص طلب من اللاعبين ضرورة إغلاق صفحة مباراة مصر المقاصة، خصوصا إن فريق النادي الأهلي أدى بشكل جيد واللاعبين عملوا مجهود أكثر من رائع خلال المباراة، لكن ما كانش فيه توفيق في بعض الكرات، وزي ما احنا عارفين يا كابتن فاروق طبعا الإجهاد مأثر على اللاعبين بشكل كبير جدا خلال المرحلة السابقة، سبب توالي المباريات كل 3 أو 4 أيام مباراة بالنسبة للنادي الأهلي عشان كان ليه مؤجلات كتيرة بسبب البطولة الأفريقية، فبالتالي ده ادى للخساره في المباراه الاخيره، وده كان حديث كابتن حسام البدري. بالتالي كابتن حسام البدري طلب من اللاعبين التركيز خلاص في المباراه المقبله وضروره تخطي فريق طنطا ان شاء الله، والفوز بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. لكن نتكلم على المران النهارده كابتن فاروق، النهارده المران كان مران استشفائي للاعبين الاساسيين اللي شاركوا في مباراه المقاصه الاخيره بصفه اساسيه، ومران بدني قوي للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه بما فيهم اللي شاركوا في الشوط الثاني من مباراه النادي الاهلي او شاركوا لبعض الدقائق، فبالتالي كان لهم مران بدني قوي، اللاعبين ادوا مران جيد جدا خلال بعض الفقرات الكوره، وايضا مع نهايه المران كان في تقديمه قويه تالق فيها احمد حمودي، احمد الشيخ، وايضا صالح جمعه ادوا تقديمه قويه جدا، الامور كلها ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح ان في اصرار كبير جدا عند لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يتجاوزوا الخساره امام فريق مصر المقاصه والنظر للامام ولما هو قادم من مباريات الدوري والوصول واعتلاء قمه بطوله الدوري الممتاز كالعاده بالنسبه للنادي الاهلي خلال السنوات القليله الماضيه. خليني ايضا
اقول لك بالنسبه للاصابات يا كابتن تمام، لسه فاروق كنت اسالك. اتفضل يا امين. بالتحديد ده حسام عاشور. حسام عاشور عنده اجهاد عام النهارده، طبعا ما شاركش ايضا في المران، كان ليه بعض التدريبات التاهيليه في الجيم، يعني في محاولات ان حسام عاشور يلحق مباراه طنطا، لكن يعني الموضوع فيه صعوبه شويه. بالنسبه لعلي معلول، علي معلول بالتحديد يمكن هو كان شارك في التدريبات منذ حوالي 3 ايام، وشارك تقسيمه كمان بالنسبه للفريق او في التدريبات الجماعيه بشكل عادي جدا، لكن الواضح ان هو كان محتاج تقويات بالنسبه للعضله الخلفيه بالنسبه له، خصوصا ان هو كان مصاب، واحنا زي ما احنا عارفين كابتن فاروق كان عنده طبعا مزق في العضله الخلفيه عطلته كتير جدا عن المشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. فطبعا فضل من الجهاز الفني ان هو يكون ليه تدريبات اخرى لتقويه العضلات عشان يكون اكثر جاهزيه من الناحيه البدنيه والعضليه للمشاركه في التدريبات، ومن ثم المشاركه في المباريات بشكل طبيعي. علي معلول مش قدامه وقت كتير، ان شاء الله قريبا جدا هيعود للتدريبات الجماعيه تاني مع النادي الاهلي بشكل طبيعي. بالنسبه لاكرم توفيق عنده اجهاد خفيف النهارده، ما شاركش في المران. بالنسبه لرامي ربيعه، هشام محمد، محمد الشناوي لسه بيعملوا بعض التدريبات العلاجيه بالنسبه لهم، لكن متوقع بالنسبه لرامي ربيعه مثلا ومعلول يعني دول لعيبه اساسيه يعتبروا في الفتره السابقه، هل يبقوا متواجدين في المباراه القادمه ولا هيتاجل وجودهم مثلا في المباراه اللي بعدها ان شاء الله يا مين؟ لا لا، صعب يكونوا متواجدين في المباراه المقبله كابتن فاروق، خصوصا ان هم ما شاركوش لسه تدريبات جماعيه خالص، يعني حسام عاشور او عفوا سوري رامي ربيعه مش هيشارك خالص في المباراه المقبله. رامي ربيعه لسه قدامه حوالي من اسبوع ل 10 ايام نفس الحد بالنسبه له هو وهشام محمد كمان. هشام محمد كان عنده التواء قوي في الكاحل، لسه قدامه من اسبوع ل 10 ايام ايضا، عشان لكن هم بيعملوا بعض التدريبات التاهيليه بشكل جيد، وواضح ان في تحسن مستمر في حالتهم. علي معلول لسه ما شاركش في التدريبات الجماعيه، فبالتالي صعب ايضا ان هو يشارك في مباراة طنطا، خصوصا في ظل تألق صابر الرحيل في الفترة الأخيرة والجاهزية التامة بالنسبة لحسين السيد، وخصوصا إن علي معلول بقاله فترة بعيد، فصعب جدا إن هو يكون متواجد في مباراة طنطا. لكن ده بالنسبة لحالات المصابين. أيضا خلينا نتكلم عن سعد سمير شوية. سعد لسه قدامه شوية، يعني قدامه من 3 لـ4 أسابيع عشان يقدر يعود للتدريبات مع النادي الأهلي ويشارك في المباريات إن شاء الله. لكن عماد متعب ما حضرش النهاردة ليه طب يا أمير؟ عماد متعب ما حضرش، عنده الم في المعده، وهو كلم الدكتور خالد محمود واخبره بحالته يعني، وتم يعني تقرر بالنسبه له ان هو ما يشاركش النهارده في التدريبات خالص ويحصل على راحه النهارده يوم كامل، ومن بكره ان شاء الله عماد متعب هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا ان شاء الله بعد شفائه من هذه الالام في المعده، والامور طبيعيه يعني. ده بالنسبه لكل حالات المصابين يا كابتن فاروق، لكن خليني اقول لك ان في اصرار كبير جدا عند لاعبي النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يتجاوزوا هذه المرحله او الكبوه البسيطه جدا بالخساره امام فريق مصر المقاصه، واحنا عارفين الخساره اكيد بسبب توالي المباريات بسبب الاجهاد طبعا عند لاعبي النادي الاهلي. هو جزء كبير منها طبعا بسبب الاجهاد، لكن السبب اكيد برضه في الملعب، يعني برضه احنا بنتكلم الاجهاد سبب من فنية. الاسباب طبعا. دي حاجات يعني فنيه يا كابتن فاروق، متفهم الجزئيه دي. حاجات فنيه طبعا دي تخص كابتن حسام البدري، لكن الحاجات المرئيه اكيد كل الناس عارفاها هي الاجهاد اللي اتعرض للاعيبه من كثر المشاركات اكيد في مباريات متتاليه، لكن لعيبه النادي الاهلي قادرين طبعا ان هم يتخطوا هذه المرحله، وان شاء الله ان هم يقدروا يفوزوا في مباراه طنطا. طب امير اخر سؤال ليك، يعني هل كان في النهارده اجتماعات فرديه مع كابتن حسام واي لاعب من اللاعبين النهارده، يمكن بيحفزه مثلا، بينبهه في الفتره الجايه محتاج منه ايه، ولا كانت الاجتماع جماعي بشكل كبير في التدريب؟ لا، هو كان في اجتماع فردي بصراحه كابتن فاروق من كابتن حسام البدري مع صالح جمعه اكثر من مره النهارده في التمرين، يعني ما قبل بدايه المران وخلال المران او مع بدايه المران كمان كان في اجتماع من كابتن حسام. مش عايزين نقول اجتماع، هي كانت مناقشه ما بين كابتن حسام البدري وصالح جمعه. الواضح ان هو كان بيديله بعض التوجيهات المهمه بالنسبه للاعب خلال الفتره المقبله، خصوصا ان احنا عارفين صالح جمعه لاعب مهم جدا، يمكن الفترات اللي فاتت ما كانش متواجد بشكل كبير مع الفريق لسبب او لكن واضح ان كابتن حسام لسه مهتم بصالح جمعه، بالدليل ان هو كان بيديله تعليمات كتير النهارده وكلام كتير ونقاش كتير كما بين كابتن حسام البدري وصالح جمعه. بعد المران ايضا كان في نقاش ما بين كابتن سيد معوض وصالح جمعه ايضا بعد انتهاء المران مباشره، فبالتالي اكيد واضح ان في تركيز مع هذا اللاعب، ان هو خصوصا ان هو لاعب مهاري جيد جدا ولاعب جيد جدا بشكل عام صالح جمعه، اكيد النادي الاهلي او الجهاز الفني بالتحديد عايز يستفاد منه بشكل اكبر ان شاء الله بعد انتهاء لقاء مباراه المقاصه في الفترات المقبله بعد انتهاء مباراه طنطا. ان شاء الله صالح جمعه هيكون متواجد، وده يمكن كان واضح من خلال المناقشات العديده
من الجهاز الفني مع صالح جمعه. طبعا. بالنسبه ايضا لاسلام محارب كان فيه كلام ما بينه وما بين كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده عقب المران، واضح ايضا ان في كان حديث او في مناقشه ما بينهم. يعني الامور بشكل عام يا كابتن فاروق خلينا نقول ان هي ماشيه بشكل جيد جدا، ما فيش اي مشاكل بالنسبه للفريق، كله بيستعد ان شاء الله لمباراه طنطا وللمرحله المهمه الجايه بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا زي ما قلت لك الفوز يعني 3 نقاط يعني وصول النادي الاهلي ثم الدوري، وده الهدف الاساسي بالنسبه للفريق. امير انا بشكرك واكيد طمنتنا بشكل كبير على فريقنا واستعداده للمباراه القادمه، وده الاهم نسيان الماضي. بشكرك طبعا امير، نسيان مباراه مصر المقاصه هو الاهم، خلاص انت بالنسبه لك الدوري شغال، النفس الطويل دائما هو بالنسبه لنا في الدوري ممتاز، ودائما احنا عندنا الجزئيه دي. احنا بقالنا 43 مباراه ما اتغلبناش على مدار سنه ونص تقريبا، ولكن خلاص وارد جدا، وهي دي كره القدم بالنسبه لنا، بتعلم من اخطائك، هو ده اللي المفروض دائما المدير الفني كفء والفريق الكبير هو اللي بيتعلم من اخطائه، وده اللي بيحصل من فريق النادي الاهلي. وبتتوالى طبعا المباريات بعد كده، عندك مباراه مهمه بمنتهى السهوله ان شاء الله بامر الله تخرج من هذه المباراه متقدم في بطولة الجدول او بطولة الدوري ومتصدر الدوري الممتاز. هو ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله، استعداد جيد من اللاعبين، استعداد جيد من المصابين، ويرجعوا بسرعه لان مهم جدا. عندنا بعض اللي ممكن المشاكل في الجزء الدفاعي، محتاجين سعد ان شاء الله يرجع بالسلامه، رامي يرجع بالسلامه، ايضا حسام عاشور من اللاعبين المميزين اللي بيديهم تاثير قوي في وسط الملعب، ان شاء الله يرجع بسلامه ويبقى المره دي. يعني احنا شفنا حسام 3 مباريات ورا بعض ممكن يبقى يحصل له اجهاد ويغيب عن المباراه اللي بعده او المباراه اللي بعدها، محتاجين ان شاء الله يخف ويكون في كامل شفائه، هو ده اللي احنا نتمنى من حسام عاشور، ان شاء الله يبقوا كلهم متواجدين في احسن حال، كل اللاعبين بلا استثناء مروان محسن يرجع ايضا بسلامه، كل اللاعبين هشام محمد كلهم يرجعوا بامر الله. يعني ده اللي احنا محتاجينه من المباراة القادمة، هو المكسب وال3 نقاط والأمور زي ما بقول لكم. يمكن لعبنا الأسيوطي كان المباراة صعبة وكان كسبت 1-0 بمنتهى الصعوبة، احنا مش عايزين كده في مباراة طنطا، ان شاء الله نسهل على نفسنا من خلال تركيز عالي جدا جدا للاعبين، من خلال قوة هجومية موجودة، واحنا عندنا القوة الهجومية ما شاء الله، ده اللي احنا نتمناه ان شاء الله في مباراة طنطا بأمر الله. خليني اروح لكم لكأس العالم للأندية، الكابتن محمود خطيب رئيس النادي الأهلي تم دعوته من خلال طبعا المباراة النهائية ان شاء الله سوف هتكون ان شاء الله في هذا المحفل الكبير جدا. اكون يعني عشان بس نتكلم، المحافل الدولية دائما النادي الاهلي لما بيكون فيها باسم كبير زي كابتن محمود الخطيب ده حاجة تتحسب طبعا النادي الاهلي واسمه الكبير طبعا كرئيس النادي الاهلي اولا، وايضا كنجم سابق كبير في وقت من الاوقات، طبعا افضل لاعب في افريقيا وحتى الان اللاعب المصري الوحيد حصولا هذا اللقب، فوجوده في هذه البطوله ودعوته بشكل كبير في نهائي هذا النهائي اعتقد بيزيد من اسم هذه البطوله. يعني معانا من الامارات دكتور عادل كريم، هيتبعنا طبعا اكيد بشكل كبير طبعا دكتور عادل، يعني الناقد الرياضي بموقع في الجول، وهو واحد من ابناء النادي الاهلي، كان موجود في وقت من الاوقات في الجزء الاعلامي بكره القدم، طبعا هيطلعنا على ما يحدث في هذه البطوله اكيد ودعوه كابتن محمود الخطيب لنهائي هذه البطوله. دكتور عادل مساء الخير عليك. الو كابتن محمد، اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. تحياتي ليك، لسه كنا مع بعض من يومين كده. طيب دكتور طمنا على يعني اولا دعوه كابتن محمود الخطيب لانهاء هذه البطوله، وفي نفس الوقت طمنا اخبار البطوله دي. يعني طبعا كنا نتمنى ان النادي الاهلي هو اللي يبقى متواجد، ولكن طبعا قدر الله وما شاء فعل، يعني اكيد البطوله شغاله دلوقتي، المباراه شغاله، لكن وجود كابتن محمود الخطيب في النهائي ده حاجه شرف للنادي الاهلي قبل اي شيء طبعا. تمام طبعا زي ما حضرتك عارف دلوقتي مباراه الدور قبل النهائي بين جريمي والبرازيل وفاتيكا المكسيك مستمره. احنا دلوقتي في الشوط الرابع من المباراه، دخلنا في الوقت الاضافي، فجريمي سجل هدف في الشوط الثالث والنتيجه 1-0 دلوقتي، ولسه يمكن دلوقتي حالا وهيتكلمني فيه لعيب باتشوكا اتطرد، فيمكن اصبح جريمي هو الاقرب للوصول للمباراه النهائيه. قبلها النهارده كان في مباراه المركز الخامس والثالث بين اوراوا ريد دايموندز الياباني والوداد المغربي، وانتهت بفوز اوراوا 3-2، وبكده الوداد احتل المركز يعني الوداد احتل المركز السادس، واوراوا الياباني احتل المركز الخامس. بكره ان شاء الله في مباراه دور قبل النهائي الثانيه هتكون بين الجزيره الاماراتي وريال مدريد طبعا، والناس كلها مستنياها هنا المباراه دي. ويمكن النهارده كان في كلام كتير ان التذاكر بدات تنفذ، والجمهور ريال مدريد بدا يتوافد على الامارات لحضور المباراه.
بالنسبه طبعا لحضرتك كنت بتتكلم على دعوه كابتن محمود الخطيب، طبعا اكيد اللجنه المنظمه للبطوله دعت كابتن الخطيب لحضور المباراه النهائيه اللي هي هتكون ان شاء الله يوم السبت. كابتن الخطيب لبى الدعوه وموجود ان شاء الله. في يمكن التعديلات هنا استقبال كابتن الخطيب حكى طبعا شعبيه كابتن بيبو وشعبيه النادي الاهلي هنا في دوله الامارات كبيره جدا. جميل. زائد كمان ان زي ما حضرتك عارف النادي الاهلي من ضمن الفرق اللي ليها تاريخ كبير جدا في البطوله، اللي حققت حاجات كتير جدا في البطوله. عامل عند الناس طيب دكتور، يمكن بس الصوت مش واضح، لو حضرتك يعني نتحرك شمال او يمين كده. انا عارف طبعا ان احنا بنتكلم دولي، ولكن بعد اذن حضرتك لو يمين او شمال كده عشان نسمعك كويس. طيب دكتور سامعني؟ دكتور عادل. طيب يعني بالنسبه كمل لي بقى معلش، يعني طبعا اكيد مهم جدا واحنا بنتكلم على بطوله العالم للانديه، يعني النادي الاهلي 5 مرات في هذه البطوله، ووجودها في الامارات لو النادي الاهلي كان متواجد كانت هتبقى ليها مذاق تاني مختلف للجاليه المصريه. اعتقد لما احنا بنشوف منتخب مصر او النادي الاهلي لما بيروح يلعب بطوله السوبر هناك الوضع بيبقى مختلف تماما. دكتور عادل انا مع حضرتك كمان، يعني احنا بنتكلم طبعا على دعوه كابتن محمود الخطيب، اتفضل يا دكتور. كنت بقول لحضرتك طبعا حضرتك عارف شعبيه النادي الاهلي هنا كبيره جدا في الامارات، وشعبيه كابتن محمود الخطيب طبعا كبيره جدا، زائد ان بالنسبه لكاس العالم للانديه النادي الاهلي من الانديه اللي ليها ارقام قياسيه في البطوله، طبعا مش عارف 5 مرات عندنا كده اكثر لعيبه شارك في تاريخ البطوله، 3 لعيبه من النادي الاهلي، محمد ابو تريكه ووائل جمعه وعصام عاشور. فاكيد طبعا الاتحاد الدولي كان حريص على دعوه رئيس النادي الاهلي بصفه طبعا ان هو رئيس النادي الاهلي، وبصفه كابتن محمود الخطيب احد اكبر رموز الكره في الوطن العربي وفي قاره افريقيا عموما. واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني كابتن الخطيب هيبقى له استقبال كبير جدا لما يوصل الامارات ان شاء الله، وهيحضر المباراه النهائيه اللي هتكون يوم السبت في مدينه زايد الرياضيه في ابو ظبي ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. يعني لكن شكل البطوله بشكل عام نجاحها كان بنسبه كام؟ اعتقد بقول لك لو وجود النادي الاهلي بالجاليه الكبيره المصريه اللي موجوده هناك كانت البطوله ممكن تنجح اكتر من كده. طبعا ريال مدريد موجود اكيد في فرق كبيره، لكن النادي الاهلي بيبقى ليه مذاق خاص لما خصوصا لما بيكون موجود في الامارات. اكيد طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك ان يمكن الناس هنا كلها لما بنتقابل معاهم وبنتكلم معاهم بيقول لك لا، يعني لو كان النادي الاهلي موجود، يعني النهارده مثلا في مباراه الجرينيو وباتشيتا اللي شغاله دلوقتي في ملعب هزاع، يعني كان عدد الجماهير حوالي 6500 تقريبا زي ما اعلن من شويه في المزايا الداخلي اعلى من شويه. كل الناس هنا بتقول لو النادي الاهلي موجود هيبقى الملعب اتقفل على اخره، يعني كل اللي بيتكلم على مباراه الاهلي وروما اللي اتلعبت من سنتين تقريبا هنا في الملعب، كان الملعب اتقفل رغم انها مباراه وديه. فكله كان بيقول لو الاهلي موجود كان جمهور الاهلي هيقفل المباراه على اخرها، اكيد وجود الاهلي بيعمل زخم كبير جدا، جمهور الاهلي هنا في الامارات كبير جدا. فالحمد لله يعني ان شاء الله البطوله السنه الجايه برضه تبقى في الامارات، فيا رب ان شاء الله يبقى لنا نصيب من السنه الجايه باذن الله. دكتور عادل كريم بشكرك يا دكتور شكر جزيل، واكيد يعني منتظرينك تيجي بالسلامه كده بامر الله. يعني خليني واحنا بنتكلم على بطوله العالم، احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا مباراه ان شاء الله يوم 30 امام اتلتيكو مدريد تحت شعار السلام ولا للارهاب، ودائما النادي الاهلي هو نادي الوطنيه، وخطوه مهمه جدا تحت هذا الشعار النادي الاهلي بيقوم بدوره طبعا، زي طبعا وجود اسمه الكبير سواء بقى في الوطن العربي او في الشرق الاوسط او في اوروبا. اعتقد ان احنا ابتدينا نوصل لهذه المرحله زي ما بقول لحضراتكم قبل كده، احنا لعبنا ريال مدريد، لعبنا روما، لعبنا برشلونه، لعبنا جميع الفرق اللي ممكن الاوروبيه اللي احنا لعبناها كان الاداء مميز والشكل مميز. خليني اقول ان احنا ايضا دي رساله مهمه جدا في توقيت مهم جدا من النادي الاهلي لجزئيه الارهاب، في توقيت احنا ممكن بنخوض حرب شرسه ضد هذا الوباء اللي موجود في الوطن، ان شاء الله هنتخلص منه بشكل كبير، لكن دور الرياضه دور مهم جدا. وبما ان النادي الاهلي هو دور يعني او نادي الوطنيه وهو زي ما بنقول اهم مؤسسه رياضيه في مصر، اعتقد ان الدور كان مهم جدا ومباراه مهمه تحت هذا الشعار. نشكر طبعا مجلس الاداره، وبنشكر طبعا كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره ان هو قام بهذا الدور، ووجود طبعا مباراه مهمه في هذا التوقيت اكيد هنسعد بيها كجمهور وكمحللين وكل ما يسعد به امام فرق قويه زي اتلتيكو مدريد. طبعا احنا عارفين اتلتيكو مدريد بقوته وكفريق قوي في الدوري الاسباني. خليني اروح بقى يعني الفاصل واستقبل بيكن باور الكره المصريه، يعني اعتقد ان هو نجم كبير، نجم مهم جدا في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي. اتكلم عنه هديكوتي طبعا مدرب المشهور للنادي الاهلي في وقت من الاوقات او اعز عصور النادي الاهلي في هذا التوقيت. اتكلم قال يعني هذا اللاعب من اللاعبين المميزين اللي بعتمد عليهم في خطته طبعا
كان يعني هيدوكوتي ده الناس بتتحاكى فيه ان هو غير شكل كبير في الكره او خطط كره القدم المصريه من خلال تواجده في النادي الاهلي مع مجموعه من اللاعبين المميزين منهم كابتن مصطفى يونس او بيكن باور الكره المصريه، اول لاعب مصري رفع كاس افريقيا للنادي الاهلي. هروح لفاصل سريع واستقبل طبعا كابتن مصطفى يونس نجم مصر ونجم النادي الاهلي. مرة تانية يمكن انا مش طول في كلامي او في تقديمتي، لكن انا قلت هو بيكن باور الكرة المصرية، يعني واحد من افضل المدافعين في تاريخ مصر، وزي ما قلت هو اول لاعب مصري واول لاعب اهلاوي بيشيل كاس افريقيا للنادي الاهلي ككابتن للنادي الاهلي. يعني تغنى عنه هيديكوتي زي ما احنا بنتكلم في وقت من الاوقات، وزي ما قلت لكم هيديكوتي ده تاريخ طويل جدا في النادي الاهلي. هروح وارحب بنجم من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني في قناته وقناه النادي الاهلي وبيته طبعا، كابتن مصطفى. برحب بك يا كابتن مصطفى. انا ابو حميد وانا سعيد جدا بوجودي، لا تتخيل مدى سعادتي ان انا التقي بجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي، وان انا اعود لبيتي سواء هنا في القناه سواء للنادي الاهلي، لان في ناس ما تعرفش كتير مين مصطفى يونس. وان هنا عشان ما نطولش على الساده المشاهدين ولازم اقول الكلام ده بمنتهى الصراحه والوضوح، الاستاذ حامد عز الدين هذا الصديق العزيز لكلنا، احنا الراجل ده احنا بنعشقه كلنا طبعا. يعني الوحيد اللي اقدرش اتكلم معاه في الحفله بتاعه الخطيب بتاعه الفندق قبل الانتخابات كده بيجي 3 4 اسابيع، فقاعدين بنتناقش بقى في ما مضى وبتاع ومش عارف ايه، قال لي حبك للنادي الاهلي هو اللي بيخليك تعمل كده، اللي بيخليك تغلط. فالكلمه دي انا سعيد بيها جدا. يعني ما كنتش لاقي حل ليه مصطفى يونس كده، ليه مصطفى يونس بعض جماهير النادي الاهلي بتزعل منه او 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 او، زي ما قال الاستاذ حامد عز الدين، وانت تعلم تماما وكنت شبل صغير قد كده واحنا بنلعب قد ايه عشقنا وحبنا للنادي الاهلي، نختلف نتفق، لكن زي ما بقول دايما الجمله الشهيره بتاعتي يا ابو حميد، يبقى الكيان. صحيح. واذا كان هناك خلاف على الكيان وليس خلاف شخصي بين اي حد، وزي ما قلت قبل كده ما ينفعش مصطفى يونس يبقى ضد الخطيب حتى لو قطع رقبتي، حتى وانا لو قطع رقبته، لان اللي بيننا اكبر من اي حاجه، لكن بتجمعنا احنا الاثنين حبنا وعشقنا طبعا لبيتنا. صحيح. النادي الاهلي لبيتنا. صحيح. خلينا نروح بقى للتقرير يعني عن حضرتك، بس كان لازم المقدمه مهمه، مهم جدا طبعا يا كابتن. لان هقول لحضرتك من ساعه ما احنا عملنا البرومو كابتن مصطفى يونس، والناس هل فعلا كابتن مصطفى يونس هيكون موجود ان شاء الله في قناه الاهلي، ورسائل كتير يا جماعه ده بيت الكابتن مصطفى يونس، بيت وانا الأهلي. كان بيتعرض عليا كتير حتى في المناسبات تسجلوا معايا، كنت برفض. لازم تبقى، لكن طبعا. دلوقتي بيتي تنور، وبعدين ما بقاش في العمر عندنا قد ما بقى طبعا. لكن الجمهور له حق عليا، بيتنا اتربيت فيه له حق علينا، مش علينا لوحدي، وكلنا لا نتمنى غير للنادي الاهلي التوفيق. تنور الشرف كابتن دايما في اي مكان يا كابتن طبعا، بيتك هو اولى بيك في اي وقت من الاوقات طبعا كابتن. خلينا نروح للتقرير ونشوف تقرير كابتن مصطفى يونس، ونرجع نكمل تقرير سريع ونرجع نكمل مع كابتن مصطفى يونس. مصطفى يونس، مصطفى بيرقص للخطيب وهيشوط. واحد من افضل المدافعين الذين عرفتهم الملاعب المصرية والافريقية، وتميز بتناسق طوله الفارع مع وزنه مما اعطاه ميزة اجادة العاب الهواء قتل الجزاء، فكانت هجمات الفرق المنافسة تتحطم على اقدامه ورأسه، وقد اعطى الاداء الدفاعي للاهلي شكلا جماليا رائعا. مصطفى يونس بيكن باور الكرة المصرية الذي بدأت علاقته بالنادي الأهلي عام 1969 حين انضم إلى صفوف الناشئين من خلال أبو الناشئين مصطفى حسين رحمه الله،
فتلقى على يديه أول درس في الانتماء والولاء للفانيلة الحمراء. كان لمستر هيديكوتي البصمة الأكبر في حياة مصطفى يونس وصقل موهبته، وحال بينه وبين هواية المراوغة أمام منطقة الجزاء، وذلك لخطورتها. وكم من مرة وقع عليه عقوبة الخصم في كل مراوغة له بالمنطقة الخطرة. خاض يونس أول مباراة رسمية مع الفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 72-73 أمام الأولمبي، وانتهت بالتعادل 1-1. وفي نفس الموسم خاض أول مواجهة أمام الزمالك في مارس عام 73، وفاز الأهلي 1-0، وكان من سجل هدف مصطفى يونس، فحرم الزمالك حينها من الفوز بدرع الدوري وحول اتجاهه إلى غزل المحلة. شهد موسم 79-80 قمة النضج الكروي والتألق للسد المنيع، فحصل خلاله على لقب أحسن لاعب في مصر خاصة وخط دفاع الأهلي، كان يضم أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية في ذلك الوقت، كان منهم حسن حمدي وماهر همام وأحمد عبد الباقي وفتحي مبروك، وكان كل لاعب منهما كان نجما كبيرا في مركزه. ارتدى بيكنباور الكرة المصرية الفانيلة الحمراء على مدار 12 عاما، ساهم خلالها بقوة في فوز الأهلي ب11 بطولة، منها 7 بطولات للدوري والفوز بكأس مصر 3 مرات وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 82. ويعد يونس أول كابتن للنادي الأهلي يرفع كأس أفريقيا للأندية، وكان ذلك في عام 82. ويعد يونس أحد 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية يصدر عنهم كتب السيرة الذاتية باسم نجوم تجري فوق البساط الأخضر للمعلق الرياضي المرحوم أحمد عفت. واعتزل مصطفى يونس الكرة عام 85 ليتجه إلى مجال التدريب، ثم تفرغ للعمل بالإعلام الرياضي كمقدم للبرامج ومحلل للمباريات. تاريخ ثويلة كابتن مصطفى، يمكن بتفكرك اكيد اللقطات دي، ويمكن تقريرا انت قلت مين عمله ده. هو فعلا ترئيسه كانت بخمسة جنيه، ما كان مستر كنت بتاع. وانا لازم اشكر الاخوه الافاضل الاعداد على هذا التقرير، يعني وافي جدا جدا لتاريخ مصطفى يونس. فحته الترقيصه دي كنت برقص بفلوسي، كان يجي يتكلم معايا مستر كوتي يونس انت ادفع، اقول والله برقص بفلوسي مالكش حاجه، الترقيصه بخمسة جنيه. وساعتها كانت الخمسة جنيه خمسة جنيه. طب يعني هو كان بيمنع الجزئيه دي يا كابتن ها ولا ايه؟ يعني انا ماتش المحله انت عارف المحله دي ايامنا كانت ايه؟ يعني المفروض نجيب موتوسيكلات نلعب بيها عشان نجري مع عمر عبد الله وخليل وعبد الدايم المجموعه الكبيره دي. انا رقصت عماش الله يرحمه من على خط الجون، اديته كوبري. تخيل بقى، لقيت الكابتن صالح الله يرحمه لقيته جاي لي في وشي، فصالح سليم بقى فرحت عامل كده داخل مغير اتجاهي، راح جاي في سكتي، رحت راجع تاني، ده جاي لي انا بقى، عارف انت عادل امام عشان يكلمك على الكوره دي. قال لي مصطفى ايه اللي عملته ده؟ قلت له يا كابتن انا ما شفتش ساعتها غير كده. تخيل لما بتدي واحد كوبري، انا اصلا فرويد، انا اصلا مش مدافع. طبيعتك حته المهاره موجوده يعني. الله يرحمه كابتن طارق، لما انا بطلت سنه 85 كنت بقى مع عمرو الخماسي الله يرحمه بقى، انت فاكر اللي هو حلمي وكابتننا الكبير اللي مش هيروح لنا في العالم كله الدكتور حسن مصطفى. كابتن طارق قال لي مصطفى انت ما لعبتش فرويد ليه؟ قلت له والله يا كابتن بقى النصيب يعني. فانا حته الكوره دي، وبعدين انا كنت لعيب كوره شراب ايه بقى مش عايز اقول لك. البلن ده اللي بيجي ده، كنت قعدت مثلا لما تقعد ساعتين ثلاثة كل يوم تشوط البلن بقرش صاغ، فمش عارف اجيب ده في طوبتين قد كده في الشارع. فلما تشوط على الجول الكبير ده تبقى بتعرف تجيبها جول يعني. طب كابتن صالح قال لك ايه بقى؟ او انت تعبت؟ كابتن صالح طبعا انا هو جاي لي في السيخ، عارف بقى زي ما قلت لك عادل امام، قال لي مصطفى اللي انت عملته ده؟ قلت له بص يا كابتن انا ما شفتش ساعتها غير كده، لان انا لو شطها فيه هتخش خش. انا رجليا يا ابو حميد على خط الجير في ظهر اكرامي، ده خلاص يعني لو اتلبست ورحت عامل كده راح اوتوماتيك انت كفرود بقى تعمل ايه؟ تحط رجلك مش كده؟ رحت عاملها كده بين رجليه، بس وانا بحطها بين رجليه كان قلبي بقى في ركبي. طبعا. وبعدين سن الجزمه فين بقى؟ انا كنت بحب اشوط بسن الجزمه قوي. في الزنقات يعني، في المدرج. انت عارف المدخنه اللي ورا الدرجه الثالثه دي، المدخنه فوق المدخنه. بس وراح الحكم صفر بعديها. لقيته بقى ابو الكباتن جاي الله يرحمه يعني. هذا الرجل يعني اضاف لنا كتير قوي قوي كابتن صالح، وانت تعلم هذا تماما يعني. طيب
كابتن مصطفى انت بتقول ان انا فيرود يعني، طب يعني الحكايه انك بدل ما انت تكون فيرود ده وضع طبيعي بالنسبه لك كمهارات، وهتبقى روح جواه كده ان انا عايز اجيب اجوال، ايه اللي خلاك تتجه الاتجاه الثاني وتلعب في جزئيه السوبر؟ الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه في المرحله بتاعت 16 سنه ديت موسم 68 69 لما انا رحت اختبرت كنا حوالي 25000، 25000 صفصفوا على سبعه السبعه سبعه بالظبط، سبعه لعيبه من 25000. هبص الترقيصه اللي على الهوا دي، السلام، بص دي السلام، شايف؟ ما تقولش الخطيب بقى. اه شفت انت الاثنين نجوم كبار. لا طبعا ده نجم النجوم دوت. ما كانش في حد في الحته دي، كنت انا طويل زي ما انت شايف كده، وما فيش حد يلعب في الحته دي. فجي قال لي مصطفى تلعب ورا الجون، تلعب سرد باك. قلت له ان شاء الله تقول لي ورا الجون يا كابتن. انا كان حلم بالنسبه لي العب في النادي الاهلي، حلم مش مصدق. انا لما رحت النادي الاهلي يا محمد ما كنتش عارف الطريق فين. لفيت الجزيره كلها، عارف اللي جاي من البلد، مش جاي من البلد الجديد، دخلت انت عارف قصر النيل بتخش على طول على النادي. انا لفيت الجزيره كلها. فلما تلاقي نفسك بقى بتلعب في ملعب النادي الاهلي، فحطيني بقى في الحته دي. لكن من 16 و17 و18 لما كنا بنتزنق كان كنت بلعب في نص ملعب او فرويد. وانا افتكر ماتش كنا بلعب الطيران في الفتره دي، ما كانش في دوري خالص، كان قطاع الناشئين بس هو اللي بيلعب. فاحنا كنا يعني في انديه مصر كلها، الاسماعيلي كان اسامه خليل ومحسن نكلاوي وهنداوي، والزمالك كانت مجموعه، واحنا بقى الخطيب ونبيل البحطيطي وسمير حسن ومحمد حلمي ومصطفى عمر ومجموعه، واكرامي، لا اكرامي كان صغير لسه. فكانت الناس بتيجي تتفرج علينا احنا. فقال لي تلعب في سرد باك؟ قلت له العب سرد باك، العب بس العب في النادي الاهلي. لعبت بقى ومشيت. فلما كنا بنتزنق كنت بلعب ايه؟ فرود. كنا عندنا ماتش الطيران وطلعنا اول تايم مغلوبين 3-1. يا نهار اسود، الله يرحمه. حبنا للنادي الاهلي ده مش من فراغ يا محمد. طبعا يا كابتن. كابتن مصطفى الله يرحمه، دخلنا كنا بنلعب في استاد القاهره، واحنا كنا طلبه في كنت انا طالب في الثانويه الرياضيه. دخل ساب ال 10 لعيبه يا محمد يا فاروق واصطادنا انا. مسح بكرامه الارض. وانا عياط 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 وانا نازل الملعب، راح ماسكني من ايدي كده، قال مصطفى يونس يلعب فرود ومحمود عبد الفتاح الله يرحمه يلعب في نص الملعب، وعلي كامل اخو مجدي كامل اللي هو قد الدنيا كان في الداخليه حبيبي علي كامل، وعلي يلعب مكان مصطفى ورا. تمام محمد. انا نزلت الدموع شغاله وانا مش شايف حد قدامي، مش شايف حد. الله يمسيه بالخير سمير حسن الصغير، مش الكبير. تمام. مش الدكتور يعني. زقها لي كده بس يا محمد، رحت واخد طق 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 طق، رحت جايب جول. كسبنا كامل الماتش عشان اللي جاي كتير. كسبنا 7-3. انا جبت 4 تجوال وعملت جولين. فلما كنا بنتزنق كنت بلعب في نص الملعب. لما جه الخطيب تحت 18 بقى هو الخطيب قدامه، انا العب تحته لما نتزنق. فحته الحته المهاريه دي الحمد لله. وبعدين احنا غيرنا فكره انك تبقى في توه، سرد باك في توه وعضلات وشلت وتعلي وانا علي، لا 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 الله يرحمه، لا لا خالص، الله يرحمه ثابت البطل واكرامي. في رجلي الا بقى بقيت كابتن التيم بقى بقيت الحاكم بامره. ثابت في رجلي ما تشوطش، في رجلي واكرامي نفس القصه. ف بحب نلعب كوره حلوه، انا لازم امتع نفسي قبل ما امتع الناس. ايه الكوره كده يا كابتن؟ بالظبط. ما هي الناس مش فاهمه كده. وفي مدربين مش فاهمه كده. انت كلاعب كوره لو متعت نفسك هتمتع الناس طبعا، وتمتع مدربك، لانك انت بتطلع الكل حاجه حلوه عندك. صحيح. لكن اتعلمنا حاجات كتير قوي في النادي. كابتن مصطفى مواليد القاهره فين يا كابتن؟ لا انا مواليد اليوب البلد. اليوب البلد 25/12/53 يعني حضروا الهدايا يعني. خلاص قربت. تمام. الخطيب موعدنا يعمل عيد ميلادي في النادي الاهلي. طيب. انا مواليد 25/12/53. لعبت هناك في لا انا ابويا بعد كده الله يرحمه راح شبرا واشترى لنا بيت هناك في شبرا قدام كليه الزراعه. تمام. فالحته دي خيرها هي واهلها وناسها ورصيفها وارضها عليا، لان انا اتربيت في قدام كليه الزراعه عندنا في شبرا. احنا زي بعض بقى يا كابتن. ما انا عارف. انا شبراويه كتير. ما احنا جينا فتره كنت انا ومختار ومصطفى عبده وطاهر ابو زيد. صحيح. احنا الاربعه كان مستر كوتي مسمينا ايه بقى؟ مش الاهلي، تيم شبرا. لا والله. والله العظيم. لما نلعب احنا الاربعه يقول النهارده مش اهلي ده تيم شبرا يعني. تيم شبرا. فشبرا دي بالنسبه لي يعني وكمان بتطلع لعيبه يا كابتن ما شاء الله. وبعدين الشارع كمان اي لاعب يا كابتن لازم يكون لاعب في الشارع قبل ما يروح. بص العظام كلهم في كره القدم.
اساسهم لعيبه كره شراب. شراب انت ما شفتش الخطيب يلعب كره شراب، ما شفتش صفوت عبد الحليم بيلعب كره شراب، ما شفتش مختار بيلعب كره شراب، ما شفتش فاروق جعفر بيلعب كره شراب، ما شفتش العبد اللي لا قدامك دوت وهو بيلعب كره شراب. كان نفسي والله كان نفسي. لا لا انا يعني ان شاء الله مره ثانيه اجي لك واجيب لك الصور. الله. انا جبت اربع وزراء عندي في شبرا في السرايا لما اعتزلت اعتزلت في النادي الاهلي واعتزلت على السرايا عندنا في شبرا. فيعني كره الشراب دي كانت اشهر بطولات. الدرب الاحمر والسرايا والقلعه والحته اللي في اخر شارع شبرا دي اربع دوريات في السنه انا كنت لازم العبهم. ايوه بعد النفع على اليمين. بعدنا وانا بس الزهايمر بقى. طب خليني اقول لك كابتن، يعني كابتن مصطفى يونس لعب في الشارع، راح الاهلي، يعني حته تروح النادي الاهلي واكيد في حد واجهك لهذه الجزئيه. الله يرحمه اللي برضه خيره عليا زي كابتن صالح وكابتن عبد صالح وكابتن الجوهري وكل الناس دي، الله يرحمه الحاج احمد السني. ده الحاج احمد السني ده كان الكبير بتاعنا، كان هو المسؤول عن الكوره في شبرا، كره الشراب بقى والدوريات واللبس والبتاع، وهو اللي وداني. انا كنت رحت البلاستيك وقبلت تمام وخلاص ورايح امضي. في اليوم اللي انا حمضي فيه كان عندي ماتش كره شراب في اليوب مسقط راسي. فرحت لعبت الكوره ماتش كره شراب في اليوب. فلوس يا كابتن. احنا لعبنا فرقه طوس. تعرف فرقه طوسون؟ طبعا من اشهر الاهلي بتاع كره الشراب. ايوه صح. احنا كسبناهم في ملعبنا 7-3 وانا كان عندي 14 سنه. جراند ورجب وعادل ابو شفة فاكرهم دول؟ لا دول مشاهير. زي سعيد فتحي سعيد الحافي. ايوه صحيح. وميمي فرقه ميمي عبد القوي في شبرا دي كانت ايه؟ فيعني اخوك لا متودك في مصر كلها من اولها لاخرها يعني. عشان توصل للنجوميه دي يا كابتن وجزئيه الضغوط اللي موجوده في النادي لازم تكون. طب انا احكي لك بقى قصه. انا بحب الحكاوي في الكوره. شبرا احنا عندنا السرايا لو احنا والحوز. الحوز دي بيننا وبينهم ثلاث شوارع. تمام. فدي اهلي وزمالك. فكان الفاينل واحنا عندنا تعرف شبرا الاسطح قريبين من بعض جنب بعض. انا بقى هلعب لقيت عم جمعه مستخبي في وسط الجماهير. الجماهير الله يرحمه. عم جمعه الله يرحمه. الجماهير بقى تقول 10-15 ألف وحاجزين كراسي اكن النادي الاهلي هيلعب من الساعه 12 الظهر قاعدين مريحين. فانا لمحت عم جمعه الله يرحمه، انت عارفه اسمر قوي. فلمحت عم جمعه. فالحاج احمد السني مصطفى قلت له لا مش هلعب. وكان الكابتن مصطفى محذرني، كان سيتي وصل للحاج مصطفى. الدرب الاحمر والقلعه وشبرا وطوسن والكلام ده. فقال لي ما تلعبش كره شبابيه مصطفى تاني. وبعدين ما لعبتش. طلعنا اول تايم مغلوبين 3-1. ابويا الله يرحمه الاسطح منفذ على بعض، فابويا قاعد على 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 الشارع يعني طالع على الملعب كده. بص في الجمهور قد ايه؟ تمام. لقيت يا محمد يا فاروق واحد بيقول مصطفى ابويا انزل العب وما تروحش النادي الاهلي تاني. معقوله؟ عاجبك الناس دي كلها؟ عاجبك زعل الناس دي؟ ما احنا بقى اهلي وزمالك. ايوه. فرحت لابس ونازل قلت النهارده ما ابيض. المهم كسبنا. انا ما نمتش ليلتها هروح اقول لكابتن مصطفى ايه؟ مع عم جمعه راقبني الله يرحمه. ايوه اكيد بقى كده. فانا عمال اقدم رجل واخر رجل بس الله يرحمه. الناس دي يا ابو حميد الناس دي ربتنا الناس دي. قال لي تعالى تعالى انا عرفت اللي حصل. ابوك اللي لعبك؟ قلت له قال لي لو ما عملتش غير كده كنت عاقبتك. فعايز بص ان مين اللي بيقول لك؟ ابوك. فقال لي لو ما عملتش غير كده كنت عاقبتك. فقلت له خلاص بس وعد يا مصطفى ما تلعبش تاني. قلت له خلاص يا كابتن وعد. انا بحب الحكاوي يا كابتن. خليني اخدك لمدرب مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي مستر هادي كوتي. مستر كوتي او كوتي زي ما انتم كنتوا بتطلقوا عليه يعني في التوقيت ده. واكيد كابتن مصطفى ليه ذكريات كتيره مع مستر كوتي مع الجيل الكبير طبعا كابتن محمود الخطيب وكل الجيل اللي كان مع حضرتك في التوقيت ده. اكيد الراجل ده اتعلمنا منه او اتعلمتوا منه حاجات كتير. ده 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 الجامعه مش المدرسه. هادي كوتي لعب معانا 7 سنين ما غيرش مرة يا ابو حميد وما كسبناش. مش اتعادلنا. دي صورة الجيل اللي كان موجود في التوقيت ده. مستر كوتي وكابتن فتحي نصير والحاج احمد سقراط ومجموعة طبعا الله يرحمه ثابت. طبعا. بص اي صورة هتلاقينا انا والخطيب جنب بعض. يعني بص يعني او معظم الصور هتلاقينا او احنا الاربعة تحت الله يمسخ كابتننا الكبير كابتن عبد العزيز. مستر كوتي لما الكابتن صالح راح جابه من المجر يا ابو حميد قال له
انا عندي العمود الفقري بتاع الفرقه يتعمل عليهم فرقه. قال له اكرامي، مصطفى يونس، وصفت عبد الحليم، ومحمود الخطيب. احنا خط واحد بس عشان زمايلي ما يزعلوش. تمام. في عبد العزيز، وفي نجوم فتحي، وفي حسن حمدي. قال له الخط ده فيه اكرامي اصغر، انت عارف احنا 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 فوق بعض بسنه، يعني انا اكبر، يعني انا خطيب اكبر من اكرامي بسنه. تمام. وانا اكبر من الخطيب بسنه. وعبد العزيز اكبر مني بسنه، وصفوت اكبر من عبد العزيز بسنه. الجيل بتاعي ده. فقال له انا عندي اربع لعيبه تعمل عليهم فرقه. فجي مستر كوتي الفتره دي، كنت انا لعبت ماتش اهلي وزمالك، والله يرحمه كابتن عبد الصالح الوحش، وكسبنا 1-0، وكان اول مره الاهلي يكسب الزمالك. يعني كابتن مصطفى عبده كان فين في الوقت ده؟ لا، مصطفى جه تحت 21 سنه. اوكي، كان اصغر منكم. لا، اكبر. اكبر، اوكي. مصطفى اكبر. لا، ما احنا كنا على ايامنا زي ما هو صغير. لا، درش ده عشق. طب خلينا مصطفى نقول له الو يا كابتن. الو درش. الو مصطفى. يا مصطفى، حبيب قلبي، وحشني. كابتن محمد. كابتن مصطفى، الحمد لله على سلامتك، سعيد بوجودك معانا دلوقتي، ويعني بمكالمتك، واكيد يعني نجمين كبار معايا. على فكره أنا فخور ان انا بتكلم مع مصطفى عبده. ما بيتكلمش كتير في التلفزيون، وما بيطلعش كتير ان هو يعمل معانا مداخله، يبقى انا عزيز عليك طبعا، وقناتنا بقى وبيتنا. درش طبعا مش عاوز كلام، انا مبسوط ان انا موجود معاكم. ومحمد، انت معاك نجم من نجوم الكره المصريه اللي كان ليه بصمه سواء للنادي الاهلي او منتخب مصر، والحمد لله ان احنا النادي الاهلي، مش هقول بقى قناه النادي الاهلي، رجع لنا تاني. وانا زي ما قلت قبل كده ان ده لا يقلل مقدر المهندس محمود طاهر اللي عمل للنادي الاهلي وادى للنادي الاهلي. فانا شخصيا طلبت من الخطيب اللي يكرم محمود طاهر، لانه يستحق التكريم على اللي بذله من مجهود الفترات اللي فاتت، وهو ده النادي الاهلي. شيء محترم اكيد، ده شيء محترم طبعا يا كابتن، حضرتك بتقوله ده مهم جدا. لكن احنا سعداء طبعا، الحمد لله على سلامتك طبعا، وانا سعيد ان بسمع صوتك كده في صحه وعافيه. لكن يعني احنا بنتكلم بقى مع كابتن مصطفى، وهو بيحكي لنا ذكريات جميله مع مستر هوديكوتي والمواقف اللي كانت بتحصل. ده كان هما الاثنين نقلوا ليه، هو ذكريات كابتن مصطفى عبده ايضا مع كابتن مصطفى يونس ومستر هوديكوتي. امامنا صوره دلوقتي حضرتك يعني قمر فيها مع كابتن شطه واحمد عبد الباقي، وانا اللي وشي وراهم دوت. عارف كنت بغلس عليهم يعني. احنا كنا جيل بنلعب كوره من اجل الكوره فقط لا غير، وحبنا للنادي الاهلي وتربينا في النادي الاهلي. مفيش حد يطلب النادي الاهلي، النادي الاهلي بيديك اهلا وسهلا، ما بيديكش وما تقدرش تفتح بقك. في سيستم احنا ماشيين عليه، وكل همنا كله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي. بعد في الماتشات كنا بنشيل هم الجمهور قبل ما بيشيل همنا احنا. فكنا عاوزين الناس تمشي مبسوطه. صحيح. فاحنا اتربينا في النادي الاهلي ان احنا ما نلعبش غير على المركز الاول، ما فيش حاجه اسمها تاني. ولا تلعب تمثيل مشرف. احنا كنا بنلعب على البطولات، بنلعب على المركز الاول، ده اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. ثانيا السلوكيات. هي في لعيبه كتير قوي بتطلع بره السلوكيات وربنا يهديهم، انما انا بقول لك ان النادي الاهلي ده مدرسه. احنا اللي ربانا وطلعنا بالخلق الحسن، واللي خلانا نجوم كبيره جدا النادي الاهلي، فده ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. يمكن كابتن مصطفى هو بيتكلم بيقول انا كنت هلعب فيرود، احساسك كابتن مصطفى عبده هو موجود في الملعب، يعني نجم كبير برضه في الجزء الجناح رهيب، يعني كان حاجه سرعه. مصطفى عبده بطل ناس كتير على فكره. ايوه طبعا. بطل طبعًا. يعني كان اللي بيلعبوا عليه وكان بيغيروا عليه واحد واثنين يعني. مصطفى، طب انت كنت بتشوف كابتن مصطفى يونس عنده الحته دي يا كابتن مصطفى؟ طبعا. بس ما تقولش على الهوا النبي يا درش، كنت بتقول لي ايه؟ انا كنت يعني، حتى احنا ما كنا بنعمل تقسيمات او نلعب اثنين ضد واحد، احنا ما كناش بينا وبعض ما بنحبش حد يخسر. ايوه. حتى في التقسيمات الصغيره كنا نطلع متنحررين من التقسيمات، انت كسبت انا لا، انا احنا اللي كسبنا. دي كانت زينه على الفرقه. منافسه طبعا. وكنا بنبقى موجودين، احنا ما كانش في احتراف، كنا موجودين من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 11 بالليل، نفتح النادي ونقفل النادي. لدرجه ان حارس بتاع اوضه اللبس، انا واحد من الناس، وعم فاروق يا درش، وعم وحنبله حنبله اللي رجليه عامله زي الكنتالوبه دي. ايوه صح، حضرنا احنا برضه بحنبله الله يرحمه. فاحنا كل واحد فينا بيحسن مهارته بيجي لوحده، مش حد بيطلب منه حاجه. طبعا كان هيدوكوتي المدرب العظيم اللي احنا اتدربنا معاه، حاجه يعني من النوادر في كره القدم المصريه، ان مستر هيدوكوتي ده هو اللي عمل الكيان ده كله. ما فيش حد، لا ده هيدوكوتي عمل كيان كبير قوي للنادي الاهلي، وكان يستحق ان احنا كمان ما ننساش الراجل ده خالص. انما
الحمد لله احنا قدرنا نعمل البصمه دي اللي خلتنا مع الناس موجودين معاهم لحد دلوقتي، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يفضل النادي الاهلي هو نادي المبادئ والمسل. وانا بقى مش عايزين نتكلم بقى في اللي فات ده كله، اللي فات ده كله في مراحل، لا خلاص انتهى، ولكن لا يموت. صحيح. طيب الحمد لله كابتن، يمكن واحنا موجودين كلنا كلنا بنحب الكيان ده كابتن مصطفى، يعني نعم. اكيد كابتن مصطفى بيحلم بنادي اهلي في الفتره اللي جايه في ظل وجود كابتن محمود الخطيب بشكل مختلف. كابتن مصطفى عبده، يعني ايه اللي بتحلم بيه للنادي الاهلي الفتره الجايه؟ هو النادي الاهلي احنا تربينا، ما انا بقول لك احنا تربينا ان احنا نبقى موجودين في المركز الاول. مركز بقى ثاني، مركز ثالث، لا احنا نادي القرن، هيرجع تاني نادي القرن ان شاء الله. النادي الاهلي ما زلنا كابتن، ما زلنا يعني ما زلنا، لا ما خلينا مش يعني مش ما زلناش يا محمد، خلينا مش هنضحك على بعض. احنا مستوى هز الفتره اللي فاتت، ويعني كان لازم تنظيم شويه اكتر من الفتره اللي فاتت. انما انا حاسس ان النادي الاهلي رجع تاني على المستوى الافريقي، وبعد كده هنخش على الكره العالميه. ده نتمنى طبعا، ده المهم طبعا، وده ده الخطيب مخطط له يا مصطفى. طبعا انا لما بعد الانتخابات وانا بقول للخطيب، الناس كلها بتقول له مبروك، انا بقول له الله يعينك. بالظبط. لان عندهم تركه في كره القدم، تركه ثقيله قوي 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 قوي. فالحاجه الجميله اللي عملها محمود الخطيب ان جمع الجيل بتاعه كله، وده شرف عظيم لينا ان يبقى بالظبط كابتن من كباتننا اللي موجودين، ان يبقى رئيس النادي الاهلي، اكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي في افريقيا واكبر نادي على مستوى العالم دلوقتي. فدي حاجه وارجع واقول لك ربنا يعينه هو ومجلس ادارته ان يسعدوا الناس تاني زي ما كانت الناس تبقى مبسوطه وسعيده، وترجع الجماهير وترجع الكره المصريه اللي احنا اتحرمنا منها كتير قوي. دي رساله انت بتقولها لكابتن محمود الخطيب، الله يكون في عونك ويعينك طبعا على المرحله القادمه. عايزين من رساله لكابتن مصطفى بقى وهو متواجد معانا كده، تقول له ايه في المرحله الجايه؟ الكابتن مصطفى يونس من كتر حبه في النادي الاهلي يمكن دي بتضره. لان بيتعصب وبيتكلم بعصبيه عشان خاطر النادي الاهلي، الناس بتفتكر ان هو ضد النادي الاهلي، لا. كابتن مصطفى يونس بيحب النادي الاهلي، من الناس اللي تعبت وعطت وخدت اسم وكان نجم من نجوم الكره الكبيره. فانا عايز اقول له اهدى بقى، ده الحمد لله انت دلوقتي بقيت راجل اعلامي ما شاء الله، ربنا يكرمك ويزيدك. انت الاستاذ يا درش. لا يا حبيبي استاذنا كلنا، انت الادم طبعا. بقول لك ايه، انت الكابتن بتاعي في الاعلام وانا الكابتن بتاعك في النادي الاهلي. مش عاوز كلام، انت كابتن في كل حاجه. حبيبي يا درش، حبيبي يا درش، ربنا يوفقك. شكرا يا درش، وتاخد مكانتك اللي انت تستحقها حبيبي. تسلم يا درش. احنا سعداء ان احنا سمعنا صوتك رقم واحد، ويعني سعداء اكتر ان انت موجود معانا في قناه الاهلي. ويعني انا عارف فعلا انت حضرتك مقلل جدا في ظهورك الاعلامي او مكالماتك حتى التلفزيونيه، فدي حاجه. كابتن مصطفى انت منورنا، كابتن محمد منورنا طبعا. حبيبي يا درش، حاجه عشان النادي الاهلي. حبيبي يا درش منورنا طبعا. كابتن مصطفى عبده يعني الله يخليك المجري، يعني قبل ما مصطفى المجري. مصطفى يا جماعه، مصطفى طبعا مصطفى جزيله، يعني ما ينفعش سفريه من غير مصطفى، ما ينفعش قعده من غير مصطفى. يعني 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 اللي كان بيهون علينا افريقيا مصطفى عبده بالتحديد. فمصطفى بالنسبه لنا الجيل كله هو الفرخه اللي بكشك اللي في الموضوع. فاحنا كان عندنا كده حاجات كده ايه، مستلزمات مصطفى عبده، الفرفشه والضحك والهزار والتريقه، واكرامي للطبيخ. الله اكرامي يطبخ ايه؟ لازم اكرامي وبتاع. فاحنا كنا بنكمل بعض كلنا. بنكمل بعض وكل واحد فينا بيساند زميله. كان نفسي اعيش في مفيش غيره ده يا كابتن والله. بص يا محمد، يعني دايما انت بتغير من ابن كارك. ليه الخطيب؟ الناس كلها بتقول خطيب. بس مصطفى عبده بقى يقول لها بهزار، يا شعبي بيبو يا اولاد اللذينه. والنبي يقول لي شوف جردان الخطيب كاتب عن الاهلي، ونضحك والكلام ده للخطيب. ونضحك. يعني عايز اقول لك العلاقه اللي بيننا والناس اللي ربونا، حط تحت الناس اللي ربونا دي 100 خط طبعا، هم اللي زرعوا فينا دي. انا بس عايز اضيف لدرش حاجه مهمه جدا، حته مستر كوتي. مستر كوتي الفتره دي اللي هي حته التطوير في كره القدم يا محمد، تمام. ودي مصر كلها محتاجين لها بقالنا سنين. مستر كوتي كنا احنا على ايامنا او الجيل اللي قبلي واحنا كملنا بعديه، كنا بنتمرنه 3 مرات في اليوم في الاسبوع، واليوم الثالث حاجه اسمها تراي ماتش. تراي ماتش ده يوم الاربعاء، وانت بتلعب يوم ايه؟ الجمعه. يعني زي ما قال لك كده مصطفى، ضرب نار. تيجي يوم الجمعه ما انتش قادر تمشي، شيء طبيعي لانك انت حاله الاستشفاء علميا بقى 72 ساعه. مستر كوتي جه غير الاسلوب ده خالص. كل يوم تمرين، مفيش حاجه اسمها
تراي ماتش لغى الفكره دي خالص. انا لحد دلوقتي بدون ذكر اسماء بسمع الجمله دي عندنا تراي ماتش. انا تراي ماتش يا عم انت صباح الخير، ده من العصر الجاهل اتلغت. فهي عايزه حته تطوير في المدربين، ودي مسؤوليه اتحاد الكوره ومسؤوليه الانديه. ارجع ل ل ل ل ل انا حكاوي، انا بحب الحكاوي كابتن. لا الحكاوي بالنسبه انت عايز لك اسبوع بس. دكوتي يعني او يعني دكوتي كان بيتكلم مع كابتن مصطفى يونس بالنسبه له كمدافع. دايما النادي الاهلي جزء الهجومي هو دايما اللي عنده الاكثر، ولكن انت بتقول انت كان في جيل موجود عندك زي المحله زي فرق كتيره جدا والمنصوره والاتحاد والاولمبي، فانت كنت برضو يعني كان في عنف في الجزء الهجومي على النادي الاهلي. لا هو مش عنف يا ابو حميد، هو مش عنف، هو كان في حرفيه. كان في لعيبه كوره بمعنى لعيبه كوره، يعني لما تلعب في المحله اديك مثلا مثل بسيط جدا. مستر كوتي، احنا عندنا 3 4 ماتشات قبل ماتش المحله، فاحنا كانوا دايما ايه نهزر معاه في التمرين، فاحنا عندنا المحله كمان 3 4 اسابيع، فالنهارده دايس فينا سبرنتات واطوال وبتاع. اقول له ايه مستر كوتي الماتش كمان يومين ثلاثه. مستر كوتي الماتش اتلغى، احنا مش هنلعب كمان 3 يوم؟ انت مش فكر انا كمان 4 اسبوع انا اروح العب في المحله، بفكر بعد 4 اسابيع. احنا كمان 4 اسبوع انا ابو حميد، احنا كنا عايزين موتوسيكلات نلعب بيها. انت بتلعب ضد 4 كل واحد فيهم عايز 2 3 يمسكوه. عمر عبد الله الاوفر بتاع عمر عبد الله كان بطلع من الماتش عندي ارتجاج يعني بقوه، وبعدين بقى السياجي وسعيد عبد الجواد. بتتكلم على فرق مع احترام الشديد، تروح اتحاد اسكندريه تروح الاولمبي، يعني اللي ما لعبش على علي ابو جريش ما لعبش على فراوده. فالجيل بتاعي ده الحمد لله كنا جيل متميز. في حته مهمه احنا برضو، انا دايما كنت بعترض على حته ان احنا بنشتري بس، احنا اشترينا يعني احنا جبنا طاهر الشيخ، جبنا عامر، جبنا شطه، جبنا مختار، بس على مدار سنين طويله. وانا اتمنى من الخطيب دلوقتي يرجع الاهلي بتاع زمان، ان احنا اللي نورد للانديه ما ناخدش من الانديه. تمام، زي ما قال مصطفى بالنسبه للخطيب وبالنسبه لمجلس ادارته، حلمنا كلنا يا محمد، حلمنا كاجيال مش جيلي انا بس، يبقى استاد النادي الاهلي موجود. احنا مش اقل من ريال مدريد ومش اقل من برشلونه ومش اقل من مانشستر يونايتد، بجمهورنا العظيم. انا اعتقد، وانا هنا من قناتنا من بيتنا بقول، لما يجي خطيب ان شاء الله باذن الله يقول استاد النادي الاهلي، يبقى فيه مشاركه من جمهور النادي الاهلي، ان ده هو ده الجمعيه العموميه الاساسيه للنادي الاهلي. مش الخمس 50,000 ولا 60,000، لا دي الملايين. طبعا انها تشارك، لان الموضوع كبير قوي، ملف مهم وكبير جدا، موضوع كبير هيخش في 3 4 مليار جنيه. لما جمهور النادي الاهلي اللي بره كمان واللي جوه يساهموا في ده اعتقد الواحد يموت مستريح. حقيقي ان احنا قبل ما نتك على الله اشوف استاد النادي الاهلي كده اللي فيه بقى المزارات، ويروح يشوفوا مصطفى يونس اول كابتن فريق يشيل الكاس، يشوفوا الخطيب اول رئيس نادي من جيلي، يشوفوا نجومنا الكبار اللي بطلوا جيل ابو تريكه وبركاته وهم واخدين ماسحين افريقيا وماسحين دوري وكاس، يشوفوا تاريخنا من اول العظام اللي ربونا مختار التيتش وكابتن صالح، متحف كبير يا كابتن، والناس ديت مرورا بالمهندس محمود طاهر، هذا الرجل المحترم اللي عمل اقصى ما يستطيع في النادي الاهلي كلام حضرتك ومجلس ادارته، لان انا كنت قريب من الناس دي. الشق دي لا احنا مش احنا ما عندناش الانتخابات، انتهت كل حاجه. وهنا بقى يجي النادي الاهلي لما محمود الخطيب المرشح ها يقول ده المهندس محمود طاهر، الناس الصاله، كنت انت موجود، الصاله ضجت بالتصفيق. صحيح، هو جاب محمود طاهر على الشاشه، وبعدين المهندس محمود طاهر مجرد ما الخطيب نجح بعت تهنئه للنادي الاهلي ومجلس اداره التوفيق. هو ده النادي الاهلي. وارجو اتمنى ان يبقى في تعاون، ناخد فكر الناس اللي مشيت مع الفكر اللي موجود، ونعمل حاجه لجمهورنا العظيم حقيقة. اللي هو اسعاده هو ده اساس النادي الاهلي، اسعاد جماهيره ده هو ده. يعني الحكايه معاك ما بتنتهيش يا كابتن وحميد. احنا كنا بص، انا لعبت 15 سنه في النادي الاهلي، اتغلبت مره واحده من الزمالك في ال 15 سنه. انت عارف احنا قعدنا في الاستاد كام ساعه؟ ده كابتن المفروض يعني بص يتقال كل شويه ده. انت عارف احنا قعدنا في الاستاد كام ساعه؟ 3 ساعات قاعدين في الاوضه. مشينا من المدافن، الكره مكسب وخساره زي ما هنتكلم على الماتش اللي فات، لكن ازاي هنقابل جمهور النادي الاهلي واحنا خسرانين، واحنا عودناه نفرحه.
لا انا هكلمك على الجمهور بقى يا كابتن، بس خلينا نروح لفاصل لان نروح جدا جزئيه. لا لا ان الحكاوي مع حضرتك ربنا يخليك. وانا كمان عايز اتكلم على بطولاتك كابتن مصطفى. يعني البطولات كتيره، ويمكن زي ما احنا قلنا اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي كانت عن طريق جيل حضرتك وجيلكم الكبير، وانت كنت كابتن الفريق، فاول لاعب للنادي الاهلي رفع كاس افريقيا احساس مختلف تماما. نروح لفاصل وارجع اكمل كلام مع كابتن مصطفى يونس نجم النادي الاهلي وبيكن باور الكره المصريه. مصطفى يونس، مصطفى بيرقص لجمعة تاني، مصطفى يونس، مصطفى بيرقص لجمعة تاني، مصطفى يونس، مصطفى بيرقص، ليه الخطيب؟ وهيشوط! يا سلام! برافو محمود الخطيب! مصطفى رفع، طبعا كابتن مصطفى عمال يحكي لي على الاهداف اللي احنا شايفينها دي، غيرها بقى ممكن ما تكونش بتظهر على الشاشه بشكل بقى مختلف، واتفاقات ما بين اللاعبين سواء بقى مع كابتن محمود الخطيب، يعني كلهم بيبقوا فيه حاجات كده تبقى كواليس داخل الملعب يا كابتن. انت بعيد عن المدرب، انت عمرك في حياتك شفت مدافعين يتفقوا على مهاجم عشان يرقصوه؟ عمرك في حياتك شفت انك انت كمدافع توسع للمهاجم عشان يستلم عشان تروح تاخدها منه وترقصه؟ كنت بعمل كده انا وحسن حمدي. حسن حمدي كان عنده ترقيصه شهيره، لما تبقى الكره عاليه ووشه للجون يروح عامل كده ويروح واخدها لنفسه ولافف بالمهاجم حاطه في ظهره. في الحاله دي لازم انا ابقى في ظهره بتغطيه. يعني خلاص انت عارف فاهم يا كابتن هيعمل ايه. احنا كنا بنتفق هنرقص ازاي. محمد عامر مره ضحكك بقى، نضحك الناس بقى. محمد عامر رحنا نلعب ماتش حلم في كفر الشيخ واحنا فول تيم، انا وحسن وبتاع وعبد الباقي وفتحي، ومحمد عامر دوت يا ابو حميد واخدني مشاوير. واحنا جايين فانتازيا، جايين ناكل دكر بط وحمامتين وحبه فطير مشلتت وبتاع وتاخد قرصين زبده وانت ماشي. لا هيكسب هيكسب. طبعا ومحمد عامر ده قلت له ابو علي وبعدين في الواد ده؟ ما نعرفوش بقى لسه قبل ما يجي عندنا لسه يعني. ما جاش. قلت له ابو علي وسع ورا شويه. قال لي ايه مصطفى؟ قلت له بس وسع شويه يا ابو علي. قال لي هتعمل؟ قلت له وسع وانت هتشوف انا هعمل ايه. راح حسن موسع لي، رحت انا موسع لمحمد عامر. فالكرة ملعوبة بقى طويلة كده لمحمد عامر. محمد عامر طلع وانا في ظهره وركبتي في ظهره. خلصت. راح واقع. قلت له عرفتني. قوم يا اخي، قوم يا اخي اطلع ورا. يا اخي احنا جايين ناكل دكارين البط. دكارين البط والحمامتين ونمشي. بعد كده محمد عامر ده جميل. ذكريات. بعد كده جه بقى النادي الاهلي. ده كابتن محمد عامر جميل من اول المدربين اللي دربوني على فكرة في النادي الاهلي. شخصية محترمة. كانت خليني اكلمك على سبع او ثمان بطولات. سبعة دوري عام وثلاثة كأس مصر وواحدة افريقيا طبعا 82 افريقيا. كابتن اصعب بطولة لحضرتك هل هي افريقيا ولا في بطولات في الدوري كانت بالنسبه لك صعبه؟ لا كان في بطوله اللي الزمالك كسبنا فيها 2-1. زمان على ايامنا اهلي وزمالك اللي يكسب ياخد الدوري. فالسنه دي الزمالك كسبنا. طلعت بعديها مع كابتن لطيف بقى فرق 4 نقط بين الاهلي والزمالك، يعني الدوري كل سنه وانت طيب خلص. فطلعت مع كابتن لطيف في التلفزيون المصري في القناه الاولى. طبعا يا كابتن مصطفى احنا عارفين بقى ان الدوري راح خلاص وبتاع، كابتن لطيف بقى انت عارف زملكاوي يعني. فقلت له يا كابتن لا احنا هناخد الدوري. قال ايه؟ قال لي مصطفى يونس انت بتحلم. قلت له يا كابتن احنا هناخد الدوري. السنه دي كانت اصعب سنه بطوله الدوري يا محمد. كسبنا ماتشات
انا مش عايز اقول لك. طب اللي انت بقى لما خلاكش تاكل دكرين البط يا كابتن معانا على التليفون مين فيهم؟ مين اللي كان دلوقتي كان بيخليك تجري وقرفك؟ محمد طيب هو معانا على التليفون. كابتن محمد مساء الخير عليك كابتن. حبيبي يا كابتن مصطفى. حبيبي يا ابو حميد. حضرتك عملت لي سياحه وانا ذكريات اندعمت فكري وظني. طب كابتن محمد عامل انت كنت انت اللي واكل دكرين البط ولا ايه؟ هو كان شاب بقى وبيلعب على مصطفى يونس وحسن حمدي. بقدم تحياتي ليك يا كابتن فاروق. تحياتي ليك كابتن محمد طبعا. اول مدرب ليا حضرتك طبعا في النادي الاهلي. يعني وده أيوة. شرف ليا كابتن محمد يعني. ربنا يخليك يا كابتن فاروق. ربنا يكرمك. كابتن مصطفى طبعا. الله يخليك. يعني اتفضل يا كابتن. كابتن مصطفى كان بيحكي لنا بقى ان انت في ماتش قبل ما تيجي النادي الاهلي عمال تجري من دواخهم وهم جايين ياكلوا دكرين البط وبعد كده بقى راح كابتن يونس مصطفى راح مديك واحده في الظهر بقى ايه قال لك قوم يا اخي. عرفت يا اخي. يعني انا لعبت طبعا قدام الكابتن حسن حمدي قبل ما يبطل ولما جيت النادي الاهلي كان يعني السنه الاخيره ليه وده كان عنده تعب في ظهره وبتاع كده وبطل وكده فلما قلنا كابتن الشيخ بقى عشان يلعبونا كان عندنا الله يرحمه لعيب اسمه سيد يوسف كان لعيب كويس قوي كنت انا وهو ناحيه الليفت وانا كنت فيرود وماسكين بقى الديفنس بتاع النادي الاهلي باللاعب النادي الاهلي كل واحد عايز تبان صحيح طب يونس بصيت لقيته بيقرب ناحيتي كده شويه انا ما اعرفش بقى الحديث اللي حصل بينه وبين كابتن حسن حمدي قال لي كابتن حسن بس تعالى وسع كده. وسع شويه ورا ابو علي وسع شويه ورا وسع لي وكومني في التراك يا محمد كملت يا كابتن ولا ما كملتش؟ لا كملت برضه بس خلاص هديت بقى خلاص بقى بص انت اديته بقى الصح يعني ده شغل ده طبعا شغل مع الديفنس دول بس انا عايز اقول لك حاجه يا محمد فاروق اتفضل يا كابتن يعني انا لما رحت النادي الاهلي ودي روح النادي الاهلي فعلا يعني لقيت اخوه ليا ونفسوني وعايزين يساعدوني وعايزين نخش جوه التيم ويعني انا مش عارف ايه الروح الهايله دي اللي كانت جوه النادي الاهلي دي اللي خلتنا العب من 79 ل 87 والعب ستاندنج في كل ماتش وما كنتش بخرج الا عشان اصابه فطبعا الروح دي هي اللي بتكسب النادي الاهلي هي اللي بتخلي اي حد يجي النادي الاهلي بيخش جوه بسرعه بيندمج بسرعه ما بياخدش وقت عشان يبقى جوه الفريق يعني انا واولهم كابتن مصطفى طبعا كابتن مصطفى يونس كان كابتن فريق بعد كابتن فتحي مبروك طبعا وكده فيعني جيل فعلا ما يعني لا يقدر طب ما انت بتتكلم يعني عن جيل يا كابتن حته النجوم الكبار اللي كانوا موجودين سواء كابتن مصطفى يونس كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب هل انت مصطفى وعبد العزيز الجزئيه دي ما خلتكش تتخض في الدخله الاولانيه حتى؟ لا ما اكذبش عليك انا يعني انا قعدت فتره على بال ما جت الاستغناء بتاعتي للنادي الاهلي قعدت فتره بتمرن مع كابتن فتحي نصير كان ماسك 19 سنه 19 سنه ده كانوا مين مجدي عبد الغني علاء ميهوب محمد عباس خالد جد الله جمال جوده جمال الجندي صح يعني مجموعه هم معظمهم لعبوا معانا برضو ايوه كنت بتمرن معاهم لغايه لما تيجي للسيرنا النادي الاهلي وكده وهم حتى كانوا مفكريني ان انا يعني انا كنت فارق طبعا انا كان عندي 23 سنه ساعتها وهم 19 سنه فانا كنت فارق قوه وسرعه يقول لك ايه الجدع اللي جايين جابوا لنا في الفرقه بقول لك يا محمد كانوا ندهولي انا اديله على طول كانوا ندهولي كنت ظبطتك كابتن يمكن والله انا خايف على نفسي اليومين دول منك يا مصطفى كابتن محمد كابتن مصطفى عنده امكانيات هايله مش يعني مش دفاعيه فقط ولكن هجوميه كنت بتحسها داخل الملعب كان بيعديك اكيد كابتن مصطفى في وقت من الاوقات كنت انت بقى هل كنت بتغطيه ولا كنت بتعمل ايه ما برضه مهم جدا ان كان بيغطي في الحته دي مش عامل كان بيلعب قدام ناحيه الشمال اللي كان بيغطيه في الحته دي مجدي شطه اللي القريب من الحته دي هو اللي كان بينزل مكاني لكن كان لازم ازيد وانا محور لعب ما زدتش وخلاص فدي كانت قاعده اساسيه يعني. تمام بص يا فاروق انت لو رجعت للماتشات بتاعتنا النادي الاهلي كانت بتروح عند عليه واحده او اثنين في الماتش بالكثير خالص يعني كان الناحيه الدفاعيه كانت بتبدا من فيرود من فوق
لما جه بعد كده الاجيال بتاعتنا النادي الاهلي بقى بيتراعى عليه كتير قوي. لا انا عايز افكرك بحاجه مهمه جدا يا محمد. بعد الماتش كنا بنتمرن تاني يوم، فالمجموعه اللي بتلعب فاكر يا ابو حميد كانت بتتمرن خفيف، فكان يجي اكرامي او ثابت على اساس بقى يجي معانا، كان مستر كوتي يقول له انت ايه؟ انت امسك ارض واحد مره. احنا لعبنا 18 فرقه في سنه، دخل فينا 3 اجوال، يعني بتلعب 34 ماتش 3 اجوال، ده ريكورد محدش ضربه لحد دلوقتي. يحصل يا كابتن مصطفى، ده 3 اجوال ما كانش حد بينفرد بالمرمى بتاعنا. صح بيشوطوا من بعيد، بيشوطوا خايفين، مرمى ثابته. انا بقول لك، انا فاكر حتى احنا كنا بنشتم ثابت واكرامي في ان جات لك واحده في الماتش ودخلت، كنا بنتريق عليهم في كده، لان احنا ما كانش بيروح علينا زي النادي النهارده. النادي الاهلي الدنيا اتغيرت خالص والكره بقت هو بامانه كابتن، انتوا كنت جيل سابقين عصركم يعني، ده الاسامي كمان اللي بتتردد يعني. صحيح احنا كان فينا ميزه كمان، احنا كنا بنعدل جوه الملعب، بنعدل على الخواجه دي، بتقول كابتن انت بنعدل جوه الملعب. لا لانك انت للاسف يا محمد يا عامر لسه بنتكلم في 3-5 و4-2 ولا رسام حربه، الكوره مش كده خالص يا جماعه، الكوره موقف، ازاي تقرا الموقف السلبي والايجابي يا محمد. وده اللي علمها لي الحقيقه حسن حمدي، ازاي تقرا الملعب وانت بتلعب، احنا مدربين واحنا بنلعب يا محمد لو تفتكر. ايوه يا كابتن مصطفى، دي فعلا كانت موجوده، وكان لما كان اي واحد فينا بيشوف حاجه وبيعنف زميله بيسمع كلامه وبيقول له حاضر في الملعب، وفعلا كلامه بيبقى صح، لان احنا في النار، جوه النار وشايفين كل شيء، وفعلا كان بيبقى فيه تعديلات. يعني نفسه مستر يدكوتي في الخمس سنين اللي احنا اشتغلنا معاهم فيه كان بيطلع يشكرنا ويقول لنا فعلا كان في كلام احنا قلناه وانتوا غيرتوه. وهو يعني هو مش كانش ابدا هيبقى مستر هدكوتي بالتاريخ طويل غير لما يبقى معاه نجوم، وهو الراجل قال الكلام ده حقيقه برضه يعني، دي حقيقه قال الكلام لا. صحيح. لكن كابتن محمد، عامل سؤال بقى اقوله لك يعني، في ظل وجود يونس معانا بقى، انا بقى طب. في الجيل الحالي بتشوف حد ممكن يبقى شبه كابتن مصطفى يونس في جزئيه الدفاع؟ يعني هل ممكن يبقى في استنساخ ممكن لكابتن مصطفى يونس في التوقيت ده؟ لا لا لا، انا يعني 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 انا ممكن يكون مثلا كان عماد النحاس قبل ما يبطل، لان كابتن مصطفى يونس ما كانش راجل ديفندر بس، لكن كان بلاي ميكر من تحت، تبدا الهجمه من تحت، احنا ما كناش بنطفش ونعمل كور طويله والكلام ده كله. صحيح. احنا كنا بنوصل عشان نوصل الكوره ناحيه الليفت ليا او ناحيه الرايت لمصطفى عبده عشان تتعمل، الخطيب يحطها او يحطها يريحها الواحد جاي من ورا. كان في شغل يا محمد فاروق، كان في شغل. النهارده يعني لو لقيت واحد زي كابتن مصطفى يونس زي عماد النحاس، يعني ده يبقى امل قوي، وده المفروض ان اللعيب او الاستمرارين اللي بيبقوا في النادي الاهلي يبقوا زي كابتن مصطفى يونس زي عماد النحاس حقيقي. وان كنت بقول كمان مصطفى يونس كان يعني برضه في ايامينا كنا بنلاعب فرق، نادي الزمالك، لو شفت نادي الزمالك كان في فعلا 20 نجم. لسه الكابتن كان بيحكي مش الزمالك بس بقى، والمحله وغيره، المحله والاسماعيلي والاتحاد والاولمبي، الاتحاد والمصري، والمصري كابتن المصري مسعد نور ده فرقه لوحده الله يرحمه، مسعد السقا وعمر عبد الله وجمال لا لا ده لا يعني الجيل بتاعنا كان في كل الانديه لعيبه جامده جدا. صحيح. جدا جدا، احنا كنا بنلاقي صعوبه في كل ماتش لما بنلعب اي فرقه صغيره، بنلاقي صعوبه شديده جدا عشان نكسب. احنا نسينا واحد مهم جدا يا محمد عامر، محسن صالح. كابتن محسن، ايوه طبعا، محسن صالح ماتشات المحله كانت بتتبني عليه هو والخطيب وصفط. كنا بنكسب المحله، اللعبه بتاعت مستر كوتي، الخطيب ينزل تتحط لمحسن صالح من ظهر الخطيب، ومحسن صالح يجيب جون، ماتشين نكسبه بنفس الطريقه. لا والربط اللي كان بين محسن صالح ومصطفى عبده، لا ودرش ده الله يمسيه بالخير، يعني كان في ربط بين الاثنين دول بشكل كبير جدا حقيقي. وكابتن مصطفى عبده الله يديله الصحه، كان عنده سرعه فائقه يعني، المجري. فاكر يا ابو حميد ماتشات افريقيا انا اخترعت لعبه، فاكر يا محمد اخترعت لعبه
اتفقت مع الفريق يا كابتن، اتفقت مع اللعيبه. احنا على ايامنا الافارقه ما كانش بيعرفوا يقفوا، امكانيات بنت لذينه، قوه وسرعه وكل حاجه موجوده، لكن التكنيك بتاع التحرك ما كانوش بيعرفوا. فانا اخترعت فرقه جبنا 4 اجوال منها في 4 ماتشات، يبصوها لبعض قدام ويحطها لي ورا تتنقل، يعني قبلي اروح حاططها لمصطفى عبده في ظهر المدافع بسرعته بقى، بسرعته يروح درش عملها بالعرض الخطيب جو. تخيل بتصفر انت كسبان 1-0. ده كان فكرنا احنا، ما كانش المدرب، ده كان في بدايه الكوره اول ما كنت سنطره. كان لازم ناخد الكوره احنا على فكره، بقينا نعملها بعد كده، دي كانت فكرتك. لا لا كابتن مصطفى، انا هفكرك كتوكو 3-0. الثلاث اجوال منقولين من 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 ورا، هو كان اكرامي موجود من ورا لغايه لما جت جول، في 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 جونين، 3 نقلات. بالظبط 3 نقلات. يعني شوف 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 الفكر، كنا دايما نلعب لقدام، ما يبقاش التحضير الكتير ده قوي، لكن كان كنا بنحضر واحده الثانيه، لكن بنحضر عشان تطلع لقدام، عشان تطلع لقدام. يعني في جول من الاجوال من 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 اكرامي، مش عارف حضرتك او ماهر همام ليا لمصطفى عبده، العرض جول، ده جول علاء ميهوب، ده جول علاء ميهوب الله ينور، ناحيه الشمال، ناحيه الشمال. كان عارف، عرفش مصطفى عبده كان اتنقل ناحيه الشمال ازاي، مش عارف. ده كابتن محمد، يمكن اول مره كابتن مصطفى يبقى متواجد معانا في قناه الاهلي، وده بيته يعني، يعني برضه تحب توجه له رساله او كلمه في ظل تواجده في بيته؟ يمكن بقى له فتره مش متواجد مع يعني كنا دايما منتظرين يا كابتن مصطفى، يعني ما حدش ينكر ابدا ان انت واحد من نجوم النادي الاهلي، تحب هذا الكلام ده طبعا، يعني ده حقيقي، يعني من خلال لقاءاتي مع حضرتك الشخصيه، لا يعني أنا فعلا حب للنادي الاهلي ممكن يكون باسلوب تاني مختلف، مش حب يعني. كابتن محمد فضل. لا بص يا فاروق، وانت حاسسها، النادي الاهلي ليه فضل علينا بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا كبير جدا، واحنا كنا هنعمل اي حاجه، مش هنوفي النادي الاهلي حقه في ان احنا يعني نديله جزء صغير من اللي هو ادهولنا، لان احنا لغايه النهارده احنا لينا استمراريه ولينا اسم لغايه النهارده، انا والكابتن مصطفى والكابتن طفط والكابتن مصطفى عبده والكابتن خطيب وكل الناس دي، كل الناس دي النادي الاهلي ليها فضل عليها. ولو وطبعا شفت في الانتخابات الناس فعلا بتحب النادي الاهلي، الناس فعلا بتحب النادي الاهلي. صحيح صحيح يا كابتن. كابتن محمد انا بشكرك يعني تواجدك معانا، نجم كبير كابتن محمد عامر، ومدربي الاول في النادي الاهلي، لازم بعتزم بالجمله دي، لان انا عايز اقول لك حاجه، كابتن محمد احمد عبائي بقى كمان كان مدربي بعد كده، وكابتن مختار، كابتن شطه، الجيل بتاعك كله كابتن كانوا مدربين. احمد عبائي ده كان يمسك فرقه لوحده طبعا، يعني كان يمسك فرقه لوحده. انا عايز بمناسبه الكلام والجمهور والقصه ديت، انا انت عارف انا بشتغل في قناه العاصمه، عندي انا محمد شداد ده بيشتغل معانا، اعتقد هو بيشتغل هنا كمان برضه، مش عارف، فانا اديت فيه زومبا كده، فقعدت عملت حوالي شهر كده 3-4 حلقات، وبعدين لقيته جاي لي، كابتن ممكن اتكلم معاك؟ قلت له اهلا وسهلا يا ابو حميد. قال لي ايه ده؟ ده احنا مش متخيلين كده خالص، مش متخيلين ايه؟ ايه يعني؟ قال لي انت بتحب النادي الاهلي قوي. قعد في الماتش معايا بتاع المصري بتاع الكاس مصر اللي احنا كسبناه، فشايف بقى مصطفى يونس على حقيقته. انا عشان كده ما بحبش اتفرج مع حد، لكن كنا هنطلع هوا. قال لي يا كابتن ده احنا فاهمين غلط، احنا مش متخيلين انك انت بتحب النادي الاهلي كده. قلت له يا ابني ده هو ده في الدم، ده في الشرايين، مش بتاع يا كابتن. ده اللي بيلعب سنه ولا 3 شهور يقول لك انا بعشق الاهلي، ما محمد فاروق، محمد فاروق اول ناشئ في تاريخ النادي الاهلي من يوم ما اتعمل 1907، اول لعيب في تاريخه يقبض 5 جنيه في الشهر وواحد اسكالوب. الله. انا طول عمري اسكالوب بتاع زمان ده، ايوه، انا ما كنتش عارف يعني اسكالوب. امي تحط اللحمه في الطبيخ واكل ده اللحمه اللي اعرفها، لكن اسكالوب دي عرفتها في النادي الاهلي. عم تركي الله يرحمه. فالنادي الاهلي ده اول بدله لبستها في حياتي النادي الاهلي، اول جاكيته لبستها النادي الاهلي. فده مش حب، ده عشق طبعا، ده عشق. يعني مفيش حد يزاد على مصطفى فلوس ايا كان هو. لا طبعا كابتن، لا طبعا. خليني اكلمك على بطوله افريقيا كابتن، عشان انا عندي محاور كتير عايز اتكلم فيها، كنت عايز اتكلم في جزء الاعلام ورايك في الاعلام الرياضي، لكن خليني ابتدي اخلص الاول الكوره عايزين 5-6 حلقات. لا ما شاء الله كابتن، يعني حاجه الوقت معاك ممتع. بطوله افريقيا، ودي كانت اول بطوله للنادي الاهلي، ويعني كانت حاجه صعبه برضه انك هي كانت ممكن تبقى الثانيه، لكن برضه زي ما قلت قبل كده، ليه كانت صعبه علينا يا ابو حميد؟ احنا بنبتدي الدوري في شهر 9، فبتبتدي فتره الاعداد
من نص سبعة اول تمانية، فما بتلحقش تلعب ماتشات، فانت مش جاهز، ما انتش فت. فكنا بنلعب دور التمانية ده بالنسبة لنا كان عنق زجاجة، علاوة على ان كلنا معظمنا طلبة، معظمنا كنا طلبة، فالماتشات اللي بره ما كانش حد بيجي فيها، فدي كانت بالنسبة لنا مشكلة. سنة 80 بقى 80 81 ده احنا وصلنا الفاينل، كنا بقى خلاص خرجنا كلنا وبقينا بقى ايه رجلنا تقلت قوي في الملعب. اعتقد مع الوداد ولا مش فاكر مين، حد من فرقه من المغرب، وصلنا فاينل معاهم وجه السادات اغتيل السادات لو تفتكر. صحيح. فما لعبناهوش. طب يعني ده احنا كنا يعني خطوه، وكنا بقى ايه بقى؟ كنا فرقه زي ما بيتكلم مصطفى وعامر وانا بتكلم معاك. لما جت السنه اللي بعديها لا مش هتفوت، وجاء مشكلتنا وصلنا مع الاشانتي كوتوكو. كوتوكو دول ال 11 لعيب كل واحد فيهم يتعمل بفرقه. فلما كسبنا الثلاثه هنا احنا رايحين كسبانين ثلاث جوال واحنا رايحين بنعمل كده بنترعش. انا بس عايز اقول الشواهد اللي قبل كده كل واحد كان ليه دور، زي ما قلت قبل كده انا لما دخلت مع محمد والشباب اللي قبليك الحلقه اللي قبلك الخطيب ومصطفى وعبد العزيز ومجموعه المعامر والمختار يخلصوا الماتش هنا جولين ثلاثه واحنا نقفل هناك، فكان بالنسبه لنا الماتش هناك صعب جدا، كل واحد ليه دوره، كسبانين 3-0 ورايحين قلقانين وخايفين، لان فرقه كوتوكو دي الاشانتي دول يعني مش عايز اقول لك حواه، وبعدين بقى ما فيش لا تشتيت ولا مش عارف، كل الكره في الرجل وترقيص وبص وبتاع، جابوا فينا جون في الدقيقه 13. احنا قلبنا وقع في ركوبنا، احنا بقى دور بقى كابتن الفريق، دور الكبار اللي في الفرقه، انا ومصطفى اكرامي خطيب مختار في نص الملعب، اتلمينا كده واحنا بنطلع كرة مش هيخش فينا جون تاني، ماري همام ممنوع تخش ال 18 حقيقي، مالكوش دعوه، مدحت رمضان ربيع ياسين ممنوع حد منكم يخش ال 18. سيبوا لي ال 18 انا لوحدي انا واكرامي. فكان في تعليمات وفي قرايه للملعب وقرايه للجيم وازاي تموت الماتش وازاي 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 طبعا وزاي خبرات. وبعدين عندك واحد يجيب جون من ربع فرصه خطير. فاول ما جبنا الجون حتى انا كنت شايفه قبل كده كل واحد جري في حته خلاص مش هيجيبوا فينا اربع تجوال صحيح صعب يعني. طب انا عايزك تقول الو يا كابتن. الو الو ايوه يا كابتن مصطفى. ايوه يا دكتور كابتن مدحت رمضان ملك الفاينالات. والله يا مصطفى بجد بجد انا يعني كل ما بشوفك كل ما بكلمك كابتن كبير ولعيب كبير وربنا يا رب يبارك لك ومحمد فاروق يعني ان هو دخلني المداخله دي. لا يا كابتن ده شرف ليه طبعا، خف الدم خف الدم غير طبيعيه. انت معاك انت معاك يعني مش بكمباور الكره المصريه، ده ملك الدفاع على يعني في تاريخ النادي الاهلي ما جاش لاعب بمواصفات مصطفى يوسف. مصطفى يوسف كان مدافع ومهاجم في نفس الوقت، مصطفى يوسف كان عنده الملكة وعنده الإمكانيات والقدرات كأحسن مهاجم في مصر، وكنا دايما لما بيحصل نزلنا ولا يحصل العملية تبقى صعبة في أي ماتش مصطفى يونس كان هو اللي بيقوم بدوره، ياخد الكوره من ورا يرقص وهو في الترقيص بقى هو حاوي برضه، مش بتوع كان اللي هو ده هو حاوي في الكوره. واللي ما تعرفوش عن مصطفى ان امكانياته ومهاراته اكتر من كده بكتير في هو فرود هو فرود الكابتن فرود بيلعب من لمسه واحده على اساس ان المدرب عاوز كده التعليمات كده، لكن هو امكانياته وقدراته اقوى بكتير من ان هو يبقى الليبرو بتاع النادي الاهلي. كابتن مدحت يمكن كنا بنتكلم على المباراه النهائيه الخاصه ببطوله افريقيا 82 وكابتن مصطفى كان بيديكوا تعليمات بخصوص ان ما فيش هدف يجي في النادي الاهلي. لا بص احنا كنا بنبص لمصطفى بس يعني احنا كلنا مصطفى كان يقول لكم خليكم كلكم على خطوتي خليكم معايا نبص بس نشوف هو عاوز يقول ايه من بدون كلام، هو عاوز يعمل ايه بيقف فين كده. فمصطفى كان هو الكبير بتاعنا كان هو الكابتن عندنا كابتن فرقه وفي نفس الوقت هو اللي ضابط ايقاع خط الدفاع ورا، فكان هو بيوجهنا دايما وكان وهو برضه بخبرته في وسط اللي هنا احنا ممكن ننسى في الملعب من الحراره بتاعت المباراه من الاحداث، لكن هو
علشان عنده برضه الخبره الكبيره والثقل الكروي الكبير، فكان دايما هو يفكرنا ما تنساش يا مدحت، ما تنساش يا ربيع، ما تنساش يا مدحت. يعني انا عازمك مدحت، انا عازمك على عشاء النهارده مدحت. لا انا بتكلم بجد يا كابتن مصطفى، انا بتكلم على واحد على لعيب انا بحبه ربنا. بص بص ان هو ما فيش يعني قول لي بص يا مدحت، احنا زي ما بقول طول عمري الكوره مش واحد. يعني هو كمان اعظم لعيب، اعظم لعيب لعب كوره في النادي الاهلي مين؟ خطيب. والله انا بقول محمود الخطيب. الخطيب كلنا كلنا ما كانش من غيرنا، هو ده بيقول ده وانا بقول ده وكلنا بنقول الكلام ده، احنا كنا بنكمل بعض. كلنا كنا بنكمل بعض دايما. النادي الاهلي هو يا جماعه يا كابتن، من غير مصطفى يونس ومصطفى عبده ومختار واللعيبه الجمال اللي هم احسن لعيبه في مصر حوالين الخطيب، ما كانش يبقى الخطيب. ما الخطيب برضه دي كره جماعيه، وفي الاخر رغم امكانياته ومهاراته العاليه قوي ومن احسن اللعيبه اللي جت في مصر، ولكن اللعيبه اللي كانوا جنبه كانوا حاجه ثانيه خالص، وهم اللي ساعدوه على المستوى اللي ظهر فيه الخطيب. طب كابتن دكتور بقى، دكتور مدحت بقى، انا اقول لك يا دكتور مدحت، كابتن مصطفى دمه خفيف. لا مدحت انا اعرفه طبعا بعيد عن كره القدم ونجم كبير، هو يعني شخصيه كمان. ما برضه هو ومصطفى عبده هم الاثنين دول كانوا الفكه بتاعت السفريات. المتعه والجو. لا 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 موقف كده موقف كده مع كابتن مصطفى كابتن مدحت. لا هم كانوا بيهابوني شويه. لا يعني الهزار كان ثابت. مصطفى ما كنتش تهزر معاه. لا والله مصطفى يعني بس كانت تهزر وقت الضحك مصطفى معانا وجميل وكل حاجه، لكن في الملعب او احنا رايحين المباراه تركيز كامل، وخاصه ان احنا خط الديفنس احنا دايما كنا ايه في رهبه برضه من مصطفى، على اساس ان هو كان جدي قوي ساعه المباراه وقبليها بمده بيبقى التركيز عنده جامد قوي. فلا مصطفى، لكن خارج الملعب طبعا مصطفى من الناس المحترمه والناس الجميله اللي قعدته يعني ما تزهقش منها ابدا يعني. حبيبي يا دكتور، حبيبي كابتن مدحت، يعني انا سعيد طبعا بوجودك معانا طبعا، لان فعلا بقالي فتره برضو ما شفتوش. لا مدحت ده شخصيه جميله. اشكرك كابتن يعني مدحت طبعا يعني وجودك معانا يعني باستمرار. شوفك يا ريت هنا في القناه كمان. هم الاثنين سكه واحده. بقول لك احنا كنا بنستمتع بالسفريات. يعني انا لما بطلت كوره وانا عندي 29 سنه قعدت شهر عيط. كان دموعي بتنزل في الطبق وتبقى على المخده وانا نايم. لما جه دون ريفي لما رجع وبعدين بيشوف ماتشاتنا، فقال لهم فين نمره خمسه ده؟ قالوا له بطل. وعنده كام سنه؟ قالوا 29 سنه. قال لهم اكيد ده مجنون، هاتوه. طب انت بطلت ليه يا كابتن؟ بس فكر الناس بس. انا بطلت، كنت انا كابتن الفرقه. وانا من وانا بلعب كره شراب في الشارع حافي بعتز بنفسي قوي. قوي. يعني مثلا هم كانوا يجيبوا عربيات فيت انا اجيب مازدا، يعني ما كنتش عامل زي حد. ماشي كبير ما كنتش عامل زي حد. فمستر كابتن الجوهري ماتش اللي جاب فيه مصطفى عبده جونين جرين بافل وحاجه كده، قال لي مصطفى انت مش هتلعب النهارده وممكن تلعب احتياطي. قلت له كابتن جوهري انا بطلت. قال لي ايه؟ قلت له انا بطلت، لكن انا معاك. ما ينفعش كابتن فرقه من على الدكه، وبعدين انت الحاكم بامره في الفرقه، بتجيب حقوق لاعيبتك وبتعمل لحقوقك، منضبط مع لاعيبتك، عامل مع لاعيبتك. انا بالنسبه لي انا، وده مش عيب، اعظم لعيب كوره في مصر خطيب قعد على احتياطي. عبد العزيز عبد الشافي هذا النجم الكبير اللي كان دور كبير جدا معايا في حياتي وفي النادي ومدير كوره، كان له دور قعد احتياطي، لكن انا شخصيه مختلفه. لان انا على مدار ال 14 15 سنه ما قعدش احتياطي مره. فان انا اقعد احتياطي دي فكانت بالنسبه لي صعبه جدا، لكن دي من القرارات اللي انا ندمت عليها في حياتي. طب وايه المشكله لما اقعد احتياطي؟ لكن بقى النعره والفشخره والفتوانه وازاي اقعد بقى واحتياطي. 29 سنه صغير جدا يا كابتن. 29 سنه وبعدين في الحته دي العب لحد 50 سنه. صحيح صحيح. يعني انا صحيح. قدامي ماهر همام، مدحت رمضان، ربيع، مجد عبد الغني عنده جمله شهيره. كان يقول لك ايه؟ مصطفى يونس ربطنا في رباط الجزمه، ما حدش يتحرك من غيري. اللي قدامي دول لازم التحرك. ما ده اللي اتعلمته انا من حسن. انك ازاي تقود. ما الكابتنه مش تنزل تسلم وخلاص وتاخد العالم وبتاع وتتصور وشخصيه. كنت هسالك على اللقطه وانت بترفع كاس افريقيا لاول مره، احساس حضرتك ايه؟ هو صحيح ما كابتن مجدي كان عايز ايه؟ انا كويس انك بتسالني السؤال ده، لان انا اوضحه للناس. البلد دي كان فيها حظر تجوال من 6 ل 5 الصبح. فكان اللي يصحى الصبح بدري يعمل ثوره. فكان رئيس الجمهوريه موجود، واخد بالك؟ قالوا الامن بتاع رئيس الجمهوريه قال كابتن الفريق ومعاه واحد او اثنين والباقي كله يبعد ورا. مين كابتن الفريق؟ انا.
تمام. ومن الكبار الاثنين مصطفى والخطيب. تمام. فمصطفى كان متعور بدله طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد هذا النجم الكبير برضه. وبعدين يبقى اكرامي. لقيت مجدي عبد الغني قفز من قبل ما انا ما اطلع حتى. مجدي اتعاقب فيها دي. فايه اللي طلعك يا ابن اللذينة؟ وبعدين وانا واخد الكاس خلي بالك برضه يعني انا كنت دخلنا دوري وكاس وافريقيا وخدت بعديها خدت وسام من استاد رئيس الجمهوريه. كنت بفكر ابطل بقى وانا في عز كده في عز شبابي وبتاع وكده. فمجدي عبد الغني قفز ده انت لسه مش عارف ايه. لكن مجدي نجم كبير طبعا واسم كبير. فكان ده عقاب مجدي عبد الغني. فانت ايه اللي طلعك اساسا هنا جنبي؟ أيوة. لازم اكرامي او مصطفى او الخطيب. فدي كانت اللقطه يعني. كان لازم نعرف وبعدين تاريخ ابن الذين مجدي. لا مجدي ده كمان مجدي عبد الغني كمان خف الدم ومسخره مسخره مجدي. رمضان السيد على فكره رمضان ده كان حته لعيب كوره اخر. انتوا جيلك كابتن. لا 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 رمضان كلها ما شاء الله. رمضان كان هيروح. انا بقول لك كان نفسي اعيش في الجيل بتاعكم ده. كابتن محمد ماهر الله يرحمه مدحت اهو. كابتن احمد ماهر طبعا الله يرحمه. لا 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 طبعا لا تاريخ 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 عظيم. يعني دكتور عبد الاحد جمال الدين. يعني انت بتقول يا كابتن قعدتوا تحاولوا تاخدوا بطوله افريقيا ويحصل ظروف معينه تبعدكم عن هذه البطوله لكن 82 كان عندكم الاصرار. الاصرار والعزيمه. هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي يا كابتن. هو ده النادي الاهلي طبعا. عشان كده لما بنخسر. اقول لحضرتك يا كابتن يعني كده لما بنخسر الماتش ما بقلقش. امتداد لتاريخكم. احنا 2001 ده اول بطوله افريقيه بالشكل الجديد. النادي الاهلي يرجع تاني يبتدي ياخدها. كنا احنا برضو وقفنا كده في نص الملعب مع بعض يا كابتن وقلنا لازم ناخد البطوله دي. احنا بقالنا فتره ما دخلناش بطوله افريقيا. لا لازم فأنا تقول ليه. فانا بكلم كابتن صالح. كابتن صالح قال مش هنلعب لان انا ما بستفدش منها. بالظبط. وكان الحكام بقول لك ايه احنا الماتشات كنا بنطلع منها كان واحد يقفش اكرامي من وسطه يقفشه يمسكه من وسطه وواحد يخش حط كره بدماغه ويصفر الحكم جوه. انا ليا وقع جدا انا ليا وقعه شهيره مع تصفاي. عارف تصفاي رئيس الحكم الاثيوبي؟ عارف طبعا الحكم الاثيوبي. كنا بنلعب في الكاميرون اعتقد ولا في حاجه كده يعني افريقيا. احنا كسبنا هنا 1-0 وفضل 7 دقايق والماتش يخلص 0-0 ومفيش حد معانا من الكبار. انا ومصطفى ومختار وصفوت واكرامي والباقي كله صغيرين. طب انا عايزك تقول الو برضه يا كابتن لان طبعا واحنا بنتكلم كده وذكريات حضرتك يعني كل النجوم في الوقت ده وانت ذكرت اسم اسامي دي النجوم الكبار اللي هم على العمود الفقري للفريق هو هيقول الو. الو 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 ايوه اللي الو مارادونا. لا مين؟ مش مارادونا. شوف اسم اسمع انت كوكي. كوكي اكرامي حبيب قلبي. ازيك يا مصطفى؟ ازيك سماعه بعيده اصلا يا كابتن. ازيك اكرامي منور يا كابتن. الحمد لله الله يخليك. سعيد بوجودي مع حضرتك ووجودك معانا كابتن مصطفى. يعني عمال يعد النجوم طبعا. كابتن اكرامي كان واحد من وحش افريقيا زي ما احنا بنتكلم. محمد اكرامي وقف ثلاث خشبات النادي الاهلي لم يتعدى 16 سنه ولعب ضد نادي الاتحاد سمير مخمر ويعقوب وبتتكلم في لعيبه تسد عين الشمس ما شاء الله. فيعني كلنا لعبنا زهرات يا كوكي. كابتن اكرامي كابتن مصطفى هو بيتكلم على العمود الفقري للفريق كان موجود 4 يعني ابتدى بحضرتك طبعا رقم 1 كحارس مرمى هو رقم 1 في بالنسبه للبوزيشن لكن ذكريات كبيره جدا انتوا التعاون ما بينكم كحارس مرمى وفي نفس الوقت كابتن مصطفى يونس كمدافع يعني ذكريات اكيد موجوده كابتن اكرامي مع كابتن مصطفى. لا بص يعني لازم ندي كل واحد حقه يعني مصطفى من احسن السردباكات اللي جت في تاريخ مصر كلها ويمكن كان هو كابتن حسن حمدي وبعدين ماهر همام ومحمود صالح يمكن دول كنت بستريح قوي للعب وراهم سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. مصطفى طبعا يعني تاريخه ما يخفاش على حد في امكانياته كسردباك وكابتن النادي الاهلي يعني. وانا طبعا ذكرياتي مع مصطفى كانت كثيره قوي يعني كنا بنشتم بعض كتير هو يغلط وانا خلاص اديني في رجلي يا ابن اللي عشان لا اكرامي في الماتش ده كنا احنا غيرنا التغييرات كلها نهائي افريقيا كانت ماتش كوتوكو 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 بتتكلم في كوتوكو وغيرنا التغييرات شكل اكرامي هو فرحان بالكاس. لا لقيت اكرامي مات الواد دخل فيه لقيت اكرامي مات اكن واحد ضربه بطلقه مدفع. فانا رايح مخضوض عليه اكرامي قال لي مفيش حاجه مفيش حاجه. قلت له يا ابن الذين وقعت قلبي لا ما عشان كده راح مثل بعد كده عشان كده راح مثل. لا والله يا مصطفى انت ازاي تهدي اللعب وازاي تمتص الجماهير وازاي تمتص اللعيبه ما دي خبره طبعا طبعا مهمه جدا. اتفضل يا كابتن اكرامي اتفضل. هو طبعا في
اللقطه اللي بيتكلم عليها مصطفى يونس ديت انا كنت وقعت على ظهري فيها. ايوه طبعا احنا كنا مضبوطين ضغطه جامده فقلت لازم بقى يعني نريح شويه القصه لان خلاص فاضل حاجه بسيطه والمباراه تنتهي يعني. وبعدين لقيت مصطفى مايل عليا وراح شاتمني قال لي مش هتطلع من الملعب. قلت له ما تقلقش يا مصطفى عشان بص ثلاثة بص شفت الثلاثة دي؟ شايفها. كابتن إكرام واحنا بنتكلم على أول بطولة للنادي الأهلي في أفريقيا، أنتوا أكيد وصلتوا للأجيال اللي بعدكم رسالة برفعكم للكأس ده، يعني أنت بتتكلم إحنا أفضل أو أكثر الأندية الأفريقية والمصرية بترفع بطولة أفريقيا، ده كان رسالة بدايتها كانت من جيل حضراتكم يعني. بص يا فاروق إحنا طبعًا بدأنا نشترك في أفريقيا من 77. ويمكن خسرنا سنة 77 من على ما اعتقد مولودية الجزائر 3 هناك وواحد هنا. الماتش اللي احنا خسرناه 3 هناك كان في مجموعة كبيرة مننا ما سافرتش لان كان عندنا امتحانات والكلام ده. وبدأنا كلنا لسه صغيرين. ويمكن بدأنا من سنة 80 ولو تتذكر موسم 80 81 كان وصلنا للدور قبل النهائي واغتيال السادات الفرقة من الجزائر. وكان في مقاطعة. لا كان اغتيال السادات يا اكرامي. اغتيال السادات اغتيال السادات والكابتن حسن حمدي عمل مجهودات جبارة عشان يتلعب المباراة ديت. هو كان عارف ان الفرقة مش هتيجي لان كان في مقاطعة بسبب كامب ديفيد يعني. لدرجة انه كان على ما اعتقد ان كان ممدوح سالم هو وزير الداخلية في الوقت دوت وراح قابله قال له بطلب من حضرتك حاجتين. اقفل عليا الاستاد ومحدش يخش والفرقه مش هتيجي. قال له لا. قال له طب اديني امر ان انا اسمح لي اروح العب في السودان. فقال له لا. ويمكن دي البطوله اللي كنا اقرب فيها وانسحبنا طبعا نتيجه للظروف اللي كانت حصلت وقتها. الموسم اللي بعديه طبعا الحمد لله ربنا اكرمنا وحققنا البطوله ديت. ويمكن البطوله ديت كانت اول ثاني بطوله تخش مصر بعد اسماعيلي 69. لكن كانت فرحتها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه عظيمه جدا ان كانت دي اول بطوله نحصل عليها. وانا اتذكر ان بعد ما رجعنا بالكاس شارع صلاح سالم من المطار لغايه بعد اربع ساعات اربع خمس ساعات كان مقفول طبعا كل الناس جايه عشان تحتفل بينا. وتوالت بعد كده البطولات الحمد لله. ويمكن بس دي البطوله دي من احلى البطولات اللي احنا طبعا صعبه كانت. انت بتلعب اشانتي كوتوكو في هناك في اردوم ده مدينه لوحدها اصلا. لا كوكي فاكر لما كابتن صالح عزموه زعيم الاشانتي عزموه هناك فلازم كابتن الفريق فانا كنت عرفت معلومه قبلها ان لو زعيم الاشانتي مات لازم يحطوا معاه 40 راس اجنبيه 40 راس بني ادم. فالكابتن صالح قال لي مصطفى تيجي قلت له يا كابتن لا معلش احسن يموت ولا احسن يموت ولا حاجه. فقعدت اهزر معاه الله يرحمه بقى كابتن اكرامي. يعني كابتن مصطفى لاول مره بيبقى متواجد معانا في قناه الاهلي برضه تحب يعني تقول له ايه تتكلمه انت كمان يا كابتن انت يعني تنورنا برضه يعني اتمنى طبعا وتشرفني هنا في الاستوديو. لكن ان شاء الله بعد التجديدات اللي بتحصل في القناه ان شاء الله ممكن يكون لنا تواجد. تنور يا كابتن وتشرف. ايوه كابتن مصطفى طبعا لو تحب توجه له رساله بقى في ظل وجوده معانا يعني. ومنور يا مصطفى ومنور على طول ان شاء الله. حبيبي يا كوكي حبيبي. شكرا كابتن اكرامي منور كابتن كوكي بقى انا بحبك. حياه الاولاد كلهم والاحفاد. كابتن اكرامي طبعا. يا جده. كلنا بقينا جده. كلنا. طبعا كابتن ما شاء الله يعني. ولسه شباب برضه. لا شباب صباح الخير. طيب احنا كنا بنتكلم عن النهائي خلاص رفعنا الكاس كابتن ويعني ده كانت اول بطوله ورساله انتوا خليتوا بقى الاجيال اللي بعدكم تاخدوها. لكن كابتن مصطفى بقى بعد ما بطل 29 سنه وزعل وده ندم على القرار ده ان هو بطل بدري خدت اتجاه بقى تاني كابتن تدريب خدت اتجاه التدريب. انا فاكر حضرتك كنت ماسك بدايه كان الشمس تقريبا كابتن. لا كان لا انا مسكت القطاع عندنا قطاع طبعا انا بقول الكلام ده بوجهه للخطيب ومجلس الاداره. كان مين ماسك مدرسه الكوره؟ كابتن احمد مهر الله يرحمه الله. كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن صلاح حسني، مصطفى عبده، صفوت عبد الحليم، مصطفى يونس. بص الاسماء يا محمد طبعا ماسكين مدرسه الكوره. وبعدين الحمد لله انا خريج تربيه رياضيه والتدريب ده موهبه زي ما قلت لك انا اللي كنت بسخن وانا اللي بعمل وانا اللي بوجه. فحته العينين والمهنه موجوده من الصغر يعني. فمسكوني فرقه بتاعت هشام يكن هشام يكن حبيبي طبعا هشام حنفي تامر بجاتو مصطفى
مصطفى كمال، الاثنين محمد سعد، احمد سامي الباك ليفت بتاع المدرب بتاع الجيش. فدي كانت فرقتي، كسبت منهم بطوله، وبعد كده راح مطلعيني للفريق الاول مع مستر فايس. مستر فايس اشتغلت معاه، علمني اللي انا ما اتعلمتوش في الفتره دي كلها. وانا افتكر جمله عرفتها بعد كده لما وصلنا كاس عالم سنه 90 ومستر فايس عايز يمشي، كابتن عبد الصالح كان رئيس النادي الاهلي ساعتها، فما كانش عايز مستر فايس يمشي، فقال له رشح لنا مدرب، يمكن انا اول مره اقول عشان تبقى عارف يا ابو حميد. قال له مصطفى يونس. قال له مصطفى يونس ده لسه صغير، ده عنده 30 سنه. قال له مصطفى يونس مش صغير، انزل معاه الملعب وانت تعرف صغير ولا مش صغير. وبعد كده لما جه اتحاد الكوره، الله يرحمه سياده النائب محمد احمد، كان عايز يشتغل مع مستر فايسا كابتن هاني مصطفى، كابتننا الكبير والعظيم وكابتني وكابتن النادي الاهلي وكابتن مصر ربنا يشفيه، كان عايز هاني مصطفى. مستر فايسا قال له يا مصطفى يونس مش جاي. تتخيل بقى التمسك. كان بيعتز برايي جدا جدا جدا، وانا كنت بتكلم للصالح العام وليا برضو معاه قصص. ده حجازي، ده ما انا هكلمك يا كابتن بقى على ده الجيل العظيم، ده الجيل العظيم منتخب الشباب ده كابتن الشباب لامم افريقيا كان بالمباراه دي تقريبا يا كابتن، صح؟ دي ماتش السنغال. بص صلاح جابوا الجون امتى؟ ده الجون الثالث اللي جابه صلاح يا كابتن، صح؟ لا صلاح ومحمد ابراهيم وحجازي وعواد والشناوي وحسين السيد وايمن اشرف وصبحي بتاع لا مجموعه. النني كان موجود برضه يا كابتن. مين؟ النني. والنني النني يعني، ومانجا ومانجا كان معايا. مانجا ده من احسن اللعيبه يعني ده ايمن اشرف هم. لا ده يمكن ازهى عصوري انا شخصيا يعني. اسعد فتره ومن الحاجات اللي ندمت عليها اني سبت المجموعه دي. علي فتحي اللي على الشمال دوت. انا عايز اكلمك يعني، انا هقول لك انت سبت ليه، ان انا عارف ان انت عندك حته الاعلام انت اخذتها، لكن جيل زي كده كان مش الاعلام يا ابو حميد. حته انك قلت كلمه لازم تبقى قدها، ودي مشكلتي في حياتي. انا خسرت كتير بسبب الدماغ دي. قلت حاجه لازم خلاص. الكابتن سمير زاهر قال لي خليك، وكل شويه هنقول هنخصم منك 5000 10000. قلت له لا، قلت له مش انا اللي يبقى على نفسه كده. لكن انا عشان جزئيه ان انت تبقى موجود في الاعلام ومحلل الكابتن. عشان ابقى موجود، كنت بعمل برنامج ساعتها. كنت بعمل برنامج ساعتها، وقلت له انا ما اقبلهاش على نفسي، انا اشتغل في الاثنين. وقلت له خلاص انا هحلل لك المشكله. انا باخد كذا في التلفزيون، اديني نصهم وانا هبات لك في اتحاد الكره. قال لي قدامك 3 اشهر، وانا ده اكل عيش يا محمد يا فاروق. اصل في ناس بيقول لك ما انت عامل بقى فيها وطني وسبت المنتخب وعملت وسويت. يا حلاوه، هاكل ولادي نجيله ورايت كورنر بعد ما يخلص المنتخب يعني. لكن الحمد لله انا معايا ضيا كمان، كابتن ضيا كان معايا شامي محترم، وتامر حسن. تامر حسن ده افتكر الاسم دوت يا فاروق، من احسن المدربين اللي بيشتغلوا في الكوره في مصر. مين كان بقى مدرب حراس المرمى كابتن في الدوري؟ كابتن الدولي حبيبي سعفان. طب نقول له الو بقى. الو يا دولي. كابتن مصطفى ازي حضرتك؟ حبيبي ما تتعودش انك تبقوا الاول يعني، شويه كده وخلاص عشان نبتدي بس الكلام مع بعض. ازاي بقى يا كابتن؟ المنافسه شريفه يا كابتن سعفان. شديدة سعفان. على فكره مش عشان هو معايا على الهوا، من احسن الناس. سعفان من احسن الناس اللي اشتغلوا معايا في التدريب في حراس المرمى. يعني طبعا لا ده جد، كابتن سعفان منور طبعا، رجوله وجدعانه وابن بلد منورنا. وكابتن مصطفى وبيحكي كده على منتخب كان فيه جيل محترم موجود دلوقتي بيشرفنا كل حته في العالم يعني. كان كابتن سعفان كان في الجهاز الفني، ويعني اعتقد ان كان مهمه بالنسبه لكم ان انتوا تطلعوا جيل محترم ومميز لبلدنا وتقضوا يعني. اعتقد ان انتوا عملتوا نتائج جيده يا كابتن في توقيت وصول لكاس العالم. طبعا ده حاجه والله محترمه جدا. والله انا هقول لحضرتك على حاجه، يمكن الكابتن مصطفى يونس وصلنا لكاس الامم الافريقيه اللي كانت في جنوب افريقيا، كنا بنلعب فرقه اسمها السنغال اللي هم موجودين دلوقتي في منتخب السنغال الكبير، ما حدش كان يقدر يكسبهم في الوقت دوت. الو معاك يا دولي، معاك يا دولي. ولعبنا الماتش في بورسعيد، يمكن حضر المباراه ناس كبار في البلد، وعلاء بيه مبارك وجمال بيه مبارك كلهم كانوا موجودين دوت، وكتبنا وصلنا كاس الامم الافريقيه في 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 جنوب افريقيا. المجموعه اللي تولاها الكابتن مصطفى يونس، يعني لو هتبص على 11 لعيب اللي بيلعبوا دلوقتي، اللي تولناها كلنا مش مصطفى يونس لوحده يا سعفان، كلنا. لا اقول لحضرتك حاجه يا كابتن، انت مدير فني، واحنا مع حضرتك في الجهاز، بس انت توليت المسؤوليه في الوقت دوت. في منهم دلوقتي 7 بيلعبوا من 11 لعيب في منتخب مصر، و4 قاعدين على البيت، والباقي بيلعب في انديته. لو هتبص على اللعيبه ما
وهتبص على الامكانيات اللي وصلوا ليها اللعيبه دلوقتي هتقول الكابتن مصطفى يونس. وبرده مش عايزين ننسى ان الكابتن مصطفى يونس وصلنا كاس الامم الافريقيه، وجي كابتن ضياء كمل معانا كاس العالم في كولومبيا، كان الماتش الافتتاح بيننا وبين البرازيل حصل 1-1. فلو هتبص للمجموعه ديت هتقول فين المدربين دول دلوقتي؟ كابتن ضياء السيد في الامارات، كابتن مصطفى يونس موجود مع حضرتك في بيتهم، مصطفى يونس في بيتهم. انا مش بقول كده على فكره، انا كابتن مصطفى يونس عرفته كويس ومربيني، انا ما بعرفش جامد. هو ليه كابتن مصطفى يونس الجيل اللي عمله دوت ما يعملش جيل تاني زيه؟ ليه؟ افهم ليه؟ عشان الكابتن مصطفى سؤال صعب. يعني مثلا مش قريب قوي من ناس معينه، مش عارف يجاري الجو. لا انا 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 زعلان جدا ان المدربين المسؤولين عن المنتخبات القوميه الناشئين زي المجموعه اللي كان ماسكها الكابتن مصطفى يونس ديت، ما اعرفش ليه يا جماعه احنا بنظلم المدربين بتوعنا ليه؟ طب انا مالكش دعوه بيا، انا شغال في النادي الاسماعيلي الحمد لله، والاسماعيلي الاول، ومعايا حارس مرمى كبير كل مصر بتتكلم عليه، وموجود في نادي الاسماعيلي اللي هو بيتي. الكابتن مصطفى يونس هنفضل لغايه امتى نقول اصل الاعلام، اصل الكابتن مصطفى يونس اتجه للاعلام؟ ما في كل الناس كلها في الاعلام وفي التدريب ومحللين وكلهم نفس التوقيت ثلاث اربع مرات في اليوم. هو ايه المشكله؟ ايه المشكله لما كابتن مصطفى ايام الوقت بتاعنا كان هيكمل معانا؟ قال لك لا، اللي هيكمل في الاعلام هيكمل في الكوره. ما هو القرار ده الإعلام. القرار ده انطبق عليا انا لوحدي فقط. انا فاكر لا، وعلي ماهر كمان باش عشان ابقى صادق في كلامي. انا يعني فاكر يا كابتن، انا فاكر عشان كده حضرتك لما قعدنا مع حضرتك قبل ما نسافر الكابتن قلنا لك كابتن مصطفى طب انت هتختار ايه؟ فانت حضرتك يوميا قلت لك يا سعفان انا هختار الاعلام لان دوت هكمل فيه، انما المنتخبات هنوصل كاس العالم وهنوصل وبعد كده خلاص الشارع. كله هيتفرق. فانت اخترت الطريق الصح يا كابتن مصطفى، بس انا بتكلم حاليا في منتخب اسمه منتخب اولمبي. ليه انت ليه عايز تاخد السؤال مني يا كابتن سعفان؟ ليه عايز تاخد مني السؤال؟ اصبر بس، انا كنت هسال السؤال ده. لا ما انا بسخن اصلا يا كابتن، سيبني اسخن شويه وانا بكلم. طيب ماشي يا كابتن سعفان اتفضل. يعني هو المنتخب الاولمبي اللي هيتعمل ده دلوقتي ليه كابتن مصطفى ما هوش مسؤول منه؟ هقول كمان غير الكابتن مصطفى في كابتن اشرف ياسر وفي كابتن احمد الكاس وفي مدربين نجوم كبار طبعا كبار قاعدين. الكابتن مصطفى في بالمنتخب الاولمبي دوت اكثر من 13 لعيب دلوقتي ما شاء الله كل العالم بيتكلم عليهم مش مصر بس. والله يا كابتن يعني انا لسه كنت عايز اسال الكابتن، لكن انا طمني الاول بس على الاسماعيلي المباراه القادمه. هو الكابتن يعني محمد فاروق موجود؟ انا اهو انا معاك اهو انا اللي معاك اهو انا اللي معاك محمد ازيك يا حبيبي؟ لا 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 خالص، لا طبعا في ظل وجود كابتن مصطفى لا يا حبيبي في قناتنا طبعا لازم نرحب بيه ونديله كل طبعا الاهتمام طبعا. قول لي المباراه القادمه ان شاء الله الزمالك بالنسبه للنادي الاسماعيلي الترتيبات ايه بالنسبه لكم يا كابتن؟ الترتيبات طبعا زي مباراه زي مباراه 3 بونت، فطبعا بيبقى في استعدادات خاصه للاهلي وللزمالك وللمصري والفرق اللي هي عامله يعني جيم كويس السنه دي او عامله حاجه كويسه السنه دي. ماتش الاهلي ماتش الزمالك طبعا هيبقى مباراه صعبه جدا بعد كمان من خاصه كسبه الاهلي، فالضغط علينا بقى اكتر دلوقتي. انت المفروض انك تكسب الزمالك عشان يبقى فرق بينك وبين الاهلي 7 بونت او 6 بونت. فماتش صعب صعب بفرقتين كبار بيلعبوا كوره كويسه جدا ليهم جماهيرهم وليهم اجهزتهم الفنيه وماتش مفتاح من مفاتيح الدوري يا سعفان، يعني ماتش من ماتشات الدوري يعني. لا الماتش ده يا كابتن بص يا كابتن احنا تمام يا كابتن يعني اللعيبه كلها بتركز في ماتشات الاهلي والزمالك والمصري والاتحاد والاسماعيلي لا غير الاسماعيلي انا بتكلم احنا النادي الاسماعيلي بس. ليه اللعيبه ما بيركزوش كل ماتش زي بعض؟ اهلي زي انتاج زي محله زي طنطا زي بتروجيت زي اكسبي. في بعض اللعيبه كابتن يجي في ماتش الاهلي والزمالك يطلع اللي جواه وبعد كده تلاقيه نايم 14 بعد كده. ماتش الشهره صحيح صعفان ماتش صحيح. الشهره كابتن بس الدوري كله فرق كتير بتلعب يا كابتن. لو كل اللعيبه يا كابتن لعبت يعني دلوقتي اللعيبه اللي بتيجي تلعب ضد النادي الاسماعيلي في الاسماعيليه كابتن بيلعبوا 10 ورا. الو ما انتوا عشان الاسماعيلي بقى صعفان. ايوه كابتن مع الاسماعيلي بس يعني الاسماعيلي العب لعب مفتوح زي مثلا اتفرج على ماتش بعد بكره مثلا بينه وبين الزمالك كابتن او ماتشنا مع الاهلي بالاخص الشوط الاول كان مباراه كبيره كابتن وجميله. صح صحيح. فاتمنى من كل الفرق اللي فيك لاعب اسماعيلي او الفرق اللي بتلعب كوره تستمتع بالكوره كابتن. كابتن سعفان يعني قبل ما اقفل معاك انا بحييك على مستوى محمد عواد صراحه السنه دي يعني. لا لا على فكره محمد عواد من زمان مش من دلوقتي. لا والسنه دي كمان السنه دي اوفر. بشكرك كابتن سعفان شكرا جزيلا يعني بشكرك وبالتوفيق ليك يعني. ومحمد عواد هايل سنه طبعا. الوقت بيجري بيا كابتن وانا عندي كلام كتير بامانه عندنا يعني حلقات تانية نيجي تاني يعني. اولا جزئيه
المنتخبات الوطنية، يعني رأيك في المنتخب الأولمبي؟ يعني في كلام كتير، كانت شوقي غريب في كلام كتير. أنا عايز مع احترامي لشوقي ومع احترامي الميد ومع احترامي لكل الناس، الناس دي خدت فرصة واثنين وثلاثة، مش شوقي غريب حريب حبيبي وميدو ده أنا كلنا كلهم حبايبي، يعني الناس خدت فرصة واثنين وثلاثة، شوفوا حد تاني، مش لازم مصطفى يونس يا سيدي، مصطفى يونس ابن البطة السوداء، شوف حد تاني. وبعدين زي ما قلت قبل كده مرارا وتكرارا، مش على حساب البلد، مش على حساب اسم البلد، انا خدت فرصة خلاص، غيري خد فرصة واثنين وثلاثة واربعة. وبعدين زي ما قال سعفان، يعني الحمد لله مش انا لوحدي برضو، ربنا اللي كرمني باللعيبة ديت. بص يا ابو حميد، مفيش مدرب يعمل لعيبة، اللعيبة اللي بتعمل المدرب، لان اللعيبة هي الاوراق بتاعتك. هل ممكن تجيب عربية 4 باي 4 زي عربية مش عارف سيت؟ ما ينفعش. صحيح. دي بتركب عربيه دي فربنا بيكرمك بنوعيه اللعيبه، ازاي توظف وازاي تعلم. اقول لك حاجه، ماتش السنغال الاولاني اللي احنا خسرناه 1-0 هناك ده، انا ما لعبتش محمد ابراهيم ومحمد صلاح، انت متخيل؟ من اول سيد عامل غرفه الملابس لحد ايمن حافظ مدير الكوره، يا كابتن انت ما بتحبش نفسك؟ قلت له انا بحب البلد اكتر ما احب نفسي. لما اعمل لعيب للبلد احسن ما اكسب ماتش، لان محمد صلاح ومحمد ابراهيم في الفتره دي مناخيرهم عملت كده. فانا يعني ما فيش واحد مجنون يعمل كده وانت بتلعب فاينل. ومجدي عبد الغني قال لي سمير زاهر ده هيروح ياخدوا 3-4 مستريح. الماتش يا فاروق اللي لعبته هناك قد اللي هنا 10 مرات وانا كسبان هنا 3. فانت بتربي نشأ. صحيح. لما بيطلع هشام حنفي هنا بيقول ده ابويا، ده اللي علمنا تامر بقى. طبعا الناس طبعا لنا كل الناس طبعاً. محمد ابراهيم كان حصل مشكله مره ولا قلت ان هو كان عايز يجي النادي الاهلي وحب يسخنه، قال لهم لا 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 ده ابويا عمر جابر. يعني عايز اقول لك طبعا العلاقه التعامل علاقة. شفت صحيح. ايه العلاقه اهم من التدريب طبعاً. العلاقه طبعاً. اساس تفرق. نجاح حسن شحاته علاقته باللعيبه صحيح. هيدي كوتي على ايامنا علاقته بينا مش عايز اقول لك. وبعدين امتى اللي ما بيلعبش قبل اللي بيلعب؟ صحيح. لان اكتر واحد محتاجك وانت جربت اكتر واحد محتاجك اللي ما بيلعبش مش اللي بيلعب. مظبوط. فازاي تخلي ال 25 لعيبه بتاعك جاهزين مش تركز؟ يعني موضوع التدريب ده ممكن نعمل حلقه ثانيه نتكلم فيه. انت تنورنا. لان انا الحقيقه تعبان جدا من الموضوع ده وتعبان مستر كوتي. بص انا واقف قدام اهوت وبعدين القصه اللي عملت تتقال في 4-4-2 اصل غير الطريقه 3-5-1 و3-3-1 يا جماعه في ايه؟ ده يا جماعه الورق بس. طب علموا الناس صح. الحته اللي بيقولها سعفان بتاعت انك انت بتلعب ضد النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي بشكل وبقيه الفرق بشكل، ليه ما يبقاش عندك تيم بتلعب بيه؟ في فرق عملت كده كابتن. يعني انا بشوف الاسيوطي السنه دي المقصه. لا الاسيوطي ده نرفع القبعه العلميه علي صراحه. وانا اكتر واحد هجم والله. والنصر يا كابتن بالرغم والنصر والله يعني شغالين. انت بتتكلم بص يا محمد، لما يبقى عندك امكانيات غير ما كنتش عندك امكانيات تعمل زي حسام حسن في المصري صحيح. على مدار سنتين ماشيين بشكل كويس جدا عماد سليمان دلوقتي صحيح. فالتدريب ده يا جماعه يعني طيب. ما ينفعش افشل هنا وافشل هنا وافشل هنا وتلاقيك تاني يوم في حته تانيه صحيح. ليه يعني؟ انا معاك يا كابتن. خليني بس اخدك لمحمد صلاح بقى نجمنا الكبير. لا محمد صلاح ده ابنك يعني المدلل كان. يعني رايك في اللي بيعمله محمد صلاح في ده والحاجه حاله الفخر للمصريين والعرب كمان يا كابتن لمحمد صلاح؟ بص انا في حاجتين في حياتي بسعد بيهم جدا في الكوره، ان انا لعبت مع محمود الخطيب وان انا مرنت محمد صلاح. مش محمد صلاح لوحده، انت ضميته زي كابتن اصلا. انا رحت شفته في المقاولين معايا تامر حسن، كان تامر اللي قال لي عليه تامر حسن، فرحت شفته هو والنني. فمحمد صلاح ده ايه ده بعد 16 سنه انني نفس القصه. تعالى يا ابني انت مش لعب ما اقول عرب ده. قال لي يا كابتن انا في الاهلي بقى لي 10 سنين فجبت الاثنين. بس كان صلاح قبل محمد ابراهيم نفس القصه. محمد ابراهيم ده لا يقل عن محمد صلاح. فمحمد صلاح شفت فيه مستقبل مصر، مستقبل الكوره، واول واحد اتكلم على المجموعه دي في مصر كلها قبل حتى انديتهم ما تعرفهم كان العبد لله. لان انا كنت عايش معاهم انا وتامر وقبليه هشام يكن وايمن حافظ وسعفان. ف يعني في انت عارف لما بتزرع زرعه وتطلع قدامك كده بتورد وبتكبر وبتجمل، هم كلهم بالنسبه لي كده. تخيل لما ابقى سعيد سعاده الدنيا بمحمد ابراهيم لما رجع. طب انا هستفاد من محمد ابراهيم انا كمصطفى يونس كاهلي بقى.
لكن البلد هتستفاد من محمد ابراهيم. وانا متاكد بيفتكر القعده دي يا ابو حميد، محمد ابراهيم لو لعب اربع خمس ماتشات كمان هيلعب منتخب مصر. فاحنا عندنا الجيل ده، وجيل ربيع ياسين خلي بالك، وجيل ربيع طبعا. ربيع برضو ده من ضمن المظالم. طب مصطفى يونس لسانه طويل، طب وربيع؟ مصطفى يونس ما بيسكتش، طب وربيع ياسين؟ حقيقة يعني عمل انجاز ربيع ياسين. ارجو المجامله مش على حساب البلد، المجامله مش على حساب البلد يعني. لكن نتمنى التوفيق لاتحادنا، نتمنى التوفيق لمنتخبنا، لاسعاد الشعب المصري كله. نتمنى التوفيق لصلاح اكثر من كده كابتن. صلاح يعني هيكسر الدنيا وهيروح مدريد، ريال مدريد السنه الجايه. طبعا عارفين البي بي سي اختارته كافضل لاعب افريقيا، لكن ان شاء الله منتظرين افريقيا ان شاء الله 4 يناير. سر افريقيا ان شاء الله سر سر التوفيق بتاع ربنا. صحيح، رضا الاب والام وبار باهله، فبالتالي رضا ربنا عليه. دول اساس، غير علاوه على اخلاقياته، علاوه على التزامه من هو عنده 16 سنه، علاوه على الكاريزما بتاعت محمد صلاح. لا انبهر بالاوروبيين ولا مش عارف ايه زي ما ناس عملت باضواء المدينه ولا الكلام ده. وانا قلت له جملتين، قلت له تتجوز قبل ما تسافر، تتجوز وتتعلم لغه. وعلى فكره انا وديت محمد صلاح الاكاديميه مودرن اكاديمي مودرن لما خدنا البطوله، دكتور وليد دعبس خد الفرقه كلها ببلاش. تتعلم لغه وتتجوز عشان انت اب كده ليهم يا كابتن في كل اكتر حاجة. طبعا كابتن للاسف الوقت انتهى. لا انا سعيد جدا، انا مش عايز اقول لك انا مش حاسس بالوقت. انا مش حاسس بالوقت وانا سعيد سعاده الدنيا يعني. جميل يا كابتن، يا ريت يا كابتن تتكرر مره واثنين وثلاثه. اطلبوا تجدوا ما يسركم. يسعدني طبعا، يشرفني. احنا كنا عايزين نعمل مداخلات لكن طبعا ده بيتي. ده بيتي يا محمد. انا ابن شرعي لهذا المكان. بس انا بقول لحضرتك كابتن، الناس عايزه تخش وتتكلم وترحب بكابتن مصطفى يونس كمداخلات، لكن للاسف الوضع مش متاح لينا. لكن كانت في ناس حابه تبقى تتكلم مع كابتن مصطفى وترحب بيه طبعا لاول مره بوجوده طبعا في قناه الاهلي. كابتن شرفني وجودي. ايوه شكرك كابتن منور، شرف سعدت بيك طبعا. يعني سعدنا بلقاء كابتن مصطفى يونس، نجم من نجوم النادي الاهلي، بيكن باور الكره المصريه واحسن مدافع جه في تاريخ مصر كلها. يعني مش عايز انسى اسامي كتير، لكن هو واحد من المدافعين الكبار في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وكابتن النادي الاهلي، هو اللي رفع اول بطولة أفريقية للنادي الأهلي عام 82. فدي حاجة تسعدنا إن في ظل وجوده وبنرحب بيه دائما في قناة الأهلي. كنا معاكم طبعا استاد الأهلي، ومستمرين نجوم النادي الأهلي سواء بقى الكبار أو الصغار هيكونوا متواجدين، لأن هي دي قناة الأهلي دائما بترحب بأولادها. تصبحوا على خير.